أعزائي المشاهدين وفي حلقة جديدة وبرنامجنا من الحياة. أه الحياة موضوع النهاردة عنوانه يخض شوية وفكرت إن أنا أتكلم لا ما كنتش بفكر خالص إن أنا أتكلم فيه زي يعني زي ما إتكلمت مثلا عن شهود يهوه، زي ما إتكلمت عن المورمانز، زي ما إتكلمت عن إنجيل الرخاء، زي ما إتكلمت عن الغنوسية وبدع كانت بتطلع من الكتاب المقدس وكل واحد كان بيفسر بطريقته. وما فكرتش ان انا اتكلم عن موضوع النهارده اللي هو عبدة الشيطان وما كنتش عارفه ده بدعه ولا ده ايه بالظبط اساسها وهنعرف النهارده في الحلقه لكن اللي خلاني اثار عندي الفضول ان انا اعرف و... واعمل لهم حساب او كمان اللي خوفني ان انا ممكن عيالي حد يكون بيحكي قدامه أو بيقوله على معتقداته أو بي ممكن يروح في السكة دي لو هو مش عارف ومتأسس صح أو مش عارف يرد أو مش عارف كمان مين هم عبدة الشيطان قابلت حد في مناسبة هو مش عربي لكن لفت نظري إن هو لبسه أسود شكله غريب لكن يبان أنه هو في منتهى الذوق جدا والاخلاق وذوق مع الناس وكده لكن لما سألت إيه هو الشخص ده عامل كده ليه فعرفت ان هو من عبدة الشيطان ولما كمان قعدت يعني افهم هو بيعمل ايه, إيه فعرفت أنه هو بيؤمن بوجود ربنا لكن ايمانه ان الله ده اله طيب ومش هيضره فهو بيعبد الشيطان علشان يتقي شره وهو ده اللي هيضره ده اللي انا عرفت بعد كده برضو ان هي احنا هنتكلم عن كل ده بالتفصيل لكن دي فئه منهم او معتقد من من معتقدات كتيرة في عبده الشيطان. إيه كمان اللي خلاني ان انا اتكلم في الموضوع ده ان انا لازم اكون فاهمه كل حاجه بتحصل حواليا عشان لما اتحط في موقف ابقى عارف اتصرف ازاي كمان اكون بوصل ده لاولادي وبخلي بالكم في حاجات تانية احنا اه إيه متربيين على حاجات معينه وكبرنا على حاجات معينه بنحاول نعلم ولادنا لكن الشر بيزيد جدا والتفكير المتطرف بيزيد جدا والناس مش مش بس عند كده لكن ده بيوصل للجامعات وبيوصل للمدارس وبيقنعوا ولادنا بيه فنخلي بالنا نعرف كويس عن الحاجات المختلفه اللي موجوده مش حاجه غلط ومش حاجه عيب لكن كمان نكون عندنا الرد منها من الكتاب المقدس وده برضو هنتكلم عنه النهارده ونكون عندنا استعداد ان احنا نكون بنواجه مش نسيب الدنيا كده تمشي زي ما هي وبعد ما ولادنا يروحوا في سكه غلط ولا يفقدوا ايمانهم بربنا ولا يروحوا ورا معتقد من المعتقدات دي ولا ديانه تانيه نقول نفتكر بقى ان احنا قصرنا او ان احنا كان المفروض نعرف كان المفروض نكون بنجهز ردنا. إيه الحلقه النهارده يعني هي من طابع مختلف شويه لكن مهمه لحياتنا ولحياه ولادنا وان احنا نكون مي... نكون عارفين اللي بيحصل حوالينا وجاهزين ان احنا نكون بنواجهه. ضيف إيه حلقتنا اللي دايما يعني انا بوراته معايا في المواضيع دي لكن هو جاهز ويعني عنده استعداد ان هو يكون بيقرا كتير قوي كتب في المجالات دي، الاسيس عادل الملك، راعي كنيسه أنجلية في هانتون بيتش، اهلا بيك يا اسيس ومنورنا وبقالنا كتير وحشتنا يعني. اهلا بيك يا امل موضوع صعب بس مببوط. يعني مهم ان احنا نكون بنعرف حتى الحتت اللي هي ممكن تكون بتخبط فينا احنا كمسيحيين وتكون بتهدد حياه ولادنا او ايمان ولادنا. إيه قبل ما هدخل في الاسئله اللي مجهزينها، اول حاجه عايزه اعرف هل دي بدعه ولا يعني زي عبده الشيطان زيها زي المورمونز زي شهود يهوه ولا م. إيه يعني هي اساسها برضو ايات من الكتاب المقدس آه لا الحقيقه لا آه بنقسم الشهود يهوه والمورمانز والساينتولوجي والكريستيان ساينس كل الحاجات دي في جزء آه آه للاسف الشديد الترجمه بتاعت الكلمه آه بالنسبة للمجموعتين يعني هما في كلمتين بالانجليزي واحدة منهم اسمها كالت سي يو ال تي كالت لو هتدور في قاموس عربي انجليزي عربي يعني هتلاقي يعني طايفة بس هما مش طايفة يعني هما ابتدوا من المسيحية المجموعة دي الكالت بالتالي الشهود ياهوه بدعة يعني زي هي الشهودي. بدعة بالظبط لكن هم آيات اخذوا اياته وحرفوها زي ما آيات. اتكلمنا قبل كده وبيستعملوا الكتاب المقدس اغلبهم اه طبعا شهود مدخلهم ايات من الكتاب المقدس بالظبط لكن احيانا بيترجموا ترجمتهم زي أوه. أوه هم زي شهود ياهوه وغيره في مجموعه ثانيه اسمها أوكالت او سي سي يو ال دي برضه ترجمتها طائفه او مذهب او حاجه لكنها ليس ممكن. لها علاقه بالمسيحيه يعني زي عبده الشيطان بيستخدموا ايات من الكتاب المقدس مش بيستخدموا ايات من الكتاب المقدس هنشوف عبده الشيطان بيستخدموها بس بيستهزئوا اه اساسا يستهزئوا بالمسيحيه م. فهيستعملوها بطريقه تانية. اه لكن مش لكن مش بيبتدوا تبشرهم بيها زي يهوه لا ولا زي لا 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 المورمنز لا هم ما اي علاقه منها كمان على فكره تحت الأوكالت برضو م. الهندوسيه آه. لانها ملهاش اي علاقه بال... بالديانات السماوية حتى يعني كلها ما ال... فيش أي علاقة بب... بينها وبين المسيحية وما فيش أي علاقة بينها وبين اليهودية, اليهودية و... يعني آ... طيب مين هم بقى عبادة الشيطان وقصدهم <تصفيص> أن هم يعبدوا الشيطان يعني <تصفيق> 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 <ال... عشان الغريب جدا بقى أن عشان الواحد يبقى باحث مظبوط ويعمل جود آ... ريسيرش عن مجموعة من الناس بنجيب عادة المجموعة دي ونكلمها ولا. لكن من الصعب جدا انك تدوري على حاجة يكونوا بيتفقوا فيها جميع عبدة الشيطان دي مش, صعب. مش موجودة أوه. ايه السبب؟ انها جماعة سرية محدش بيرضى يقول الا مجموعات صغيرة زي اللي انت انا فيه. كان نفسي يجي معانا الحلقة بس يعني خفت بصراحة <تصفيق> <تصفيق> لان المجموعات دي في مجموعه منهم مشهوره قوي لان في واحد طلع سنه 66 ده اكتر واحد ظهر خالص في المجموعات دي وكتب كتاب اسمه كتاب الشيطان. الكتاب ده من بره تشوفيه شكله كويس يعني لكن التعليم اللي فيه فظيع مدمر مدمر فبالتالي ده ده البدايه يعني ده اللي نقدر نقوله فهم صعب جدا انك انت تقولي تجيبي المجموعه دي وتعملي بحث عنهم وتقولي ان دول بيؤمنوا بكذا او كذا وكذا في حاجه تاني بتجمعهم بقى اغلبهم ايه بقى نمره واحد انها في مجموعه منهم بتعبد الشيطان وبيعتبروه الههم ويقدسوه ده زي اللي انا اللي انا قابلت. زي اللي انت شفتيه بالظبط مجموعه تاني بيعتقدوا ان الشيطان شخص عالي جدا ليه سلطان او احد الالهه وقوة وقدرة غير عادية هو واحد من الآلهة آه. يعني بيعتبروا غالبا اللي انت قابلتيه اه ده واحد طبعاً من دي لأن... دي لأنه هو بيؤمن بالله بيؤمن بالشيطان بس عارف ان الله إيه طيب مش هيدوره بالظبط كده ثالث مجموعه اللي هي اكثر اكبر مجموعه منهم في العدد اللي هم مين؟ هم بيعتقدوا ان الشيطان هم نفسهم هم بيعملوا خطايا وهم الشيطان وبيعبدوا انفسهم بالتالي ده, ده المنطق بتاعهم. مم. اغلب عبد يعني اشهر وبرضو اسمهم عبدة الشيطان؟ اسمهم عبدة الشيطان لانه بيعبدوا شاي... نفسهم بيعبدوا نفسهم وهم بيعتبروا نفسهم شياطين الشياطين, الشياطين واهم واحد فيهم اللي هندرسه يمكن أكتر شويه اسمه انتون لافي. انتون لافي شخص امريكاني وهو اسس كنيسه اسمها كنيسه الشيطان كنيسة كنيسة اسمها كنيسة الشيطان وكتب الكتاب بتاعهم اللي هو اسمه كتاب الشيطان وكان بيست سيلر في وقت من الاوقات وهو بيشجع ان الشخص يبقى مادي جدا ويعبد انفسه يعني يعني عشان بيحب نفسه قوي بالتالي بيستعملوا كلمة شيطان علشان يرفضوا كل شيء له علاقة بالمسيحية ده ده الهدف الرئيسي منه مثلا في بعض الحاجات اللي بتنادي بيها المسيحيه هم يعكسوها تماما. ما ما دام شياطين لازم يبقوا يعكسوها بيعتبروها حاجات ضعيفه. اه اوكي. هم اقوياء. زي ايه؟ بدل النفس، انكار الذات، التواضع، دي كلها حاجات ضعيفه. الغفران. التسامح الغفران. منطمك على خدك الايمن فحوقيتي. ده, ده, ده منتهى الضعف بقى. لا وبيعكسوها حتى في الصلوات بتاعتهم بيعكسوها. في عندهم صليب. بس يحطوه بالعكس طب يعني, يعني الراجل ده اساسا مسيحي كان واضح يعني طلع من عيله مسيحيه لكن معرفش هو ما تقدريش تسميه مسيحي هو طلع في عيله مسيحيه مم. لكن زي تشارلز تيز بتاع الشهود يهوه ما هو طلع في عيله مسيحيه جوزيف سميث بس دول اخذوا ايات وحوروها وعملوا منها البدعه دي كدا. لكن هو ده, ده هو بيعمل عكسها بالظبط هو بيهزأ من المسيحيه مين اللي عايز زي واحد عايز ينتقم اه ما هو اكيد يعني لو رجعنا لحياته فواحد يعني اكيد يعني أكيد. عينه في, في, في طفولته جايز في حاجه صعبه يعني. اه في مجموعه تاني برضو من عبده الشيطان لا يؤمنوا باي قوه روحيه لا بربنا ولا بالشيطان خالص ما يؤمنوش بالتالي دول آه ودول مجموعه كبيره على فكره دول تقدري تطبقي عليهم كلمة atheist. ملحد هو ملحد هو لا يؤمن بوجود الله ولا يؤمن بوجود الشيطان لكن... هو بيؤمن بوجوده هو. بوجوده هو وعنده الحرية أنه يعمل يعني اللي هو عايزه حرين. فهو بيعبد نفسه بالزبط. هو حتى من غير ما يكون بيعبد بالطريقة بتاعتهم اللي احنا هنتكلم عنها أيه. فهو بيعبد نفسه بالتأكيد <applause> لأنه هو ماشي حسب هواه يعني طبعا yeah. الـ 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 اكتر مجموعه بتعبد الشيطان من التين ايجرز بيؤمنوا بان الشيطان قوه روحيه وبيدي اتباعه قوه عظيمه يقدروا ان هم بيها بالقوه دي يحبوا نفسهم اكتر في مجموعات صغيره تاني لكنها طبعا صعب انك انتي تعملي بحث عنها للسبب ده انك انت لما بتعملي بحث بتلاقي كل واحد ليه رأي واختلافات اختلفية. كبيرة جدا ده صحيح لكن دي فكرة عامة سريعة عن الخطر اللي هنمشي فيه اللي هو هنمسك المجموعة اللي هي أغلبهم لا يؤمنوا بوجود اي حاجة من الحاجات دي اللي هما دول لا بيعبدوا هم. ربنا ولا بيعبدوا الشيطان هما مزبود. بيعبدوا أنفسهم. أنفسهم بس فهم سموا نفسهم هم معترفين ان هم شياطين هم بيعبدوا نفسهم مظبوط وعلي طيب. فكرة دول, دول تعدادهم مش كبير يعني آه 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 على ما اعتقد ان هم عبدة الشيطان 450 مجموعه كلهم؟ كلهم انت عارف في في مصر؟ آه في في مصر مظبوط مظبوط انا سمعت كده من الفيسبوك مم. في في مصر؟ آه في 450 مجموعه قصدي تصوري <أك> لكن اكبر مجموعه فيهم اللي هي المظلومة يا 450 مجموعة. مجموعه يعني مختلفين, مختلفين. يعني قول نقول مثلا باللانجوج بتاعتنا 450 طائفه فيهم في عبادة الشيطان مظبوط اكبر طائفه فيهم تقريبا 100 الف شخص و... وعلى فكره انا بتكلم على امريكا ايوه أنا لان انت ما تقدريش في مصر هتلاقي طبعاً. تعداد فين يعني هم كمان بينكروا يعني هم بيروحوا اماكن ما احنا هنتكلم اساسا اكتر آه. عن بس حضرتك في كلامك قلت ان هم مجموعه سريه مزبوط. سرية مش بيحبوا يقولوا ان هم عبدة الشيطان ويمكن برضو في مصر بيعملوا كده بيروحوا للقصور المهجوره والكلام ده كله بس يعني معنى كده ان هم مش بيبشروا ولا آه. الناس دي بتروح متهيلة. ازاي؟ آه. آه خلي بالك بعض المجموعه الكبيره فيهم مش مجموعه سريه اللي هي اللي هي 100000 لافي دي آه. لان عندهم كنائسهم وهنشوف الـ الـ يعني دول بيبشروا دول بيبشروا التين ايجرز ويقدروا عندهم الملكه الموهبه انهم يشوفوا التين ايجر النوع المنطوي على نفسه اللي تعبان اللي, اللي بيعاني يعني تعبان اللي عارفين ان البيت مقسوم ومهزوز و... ويحاولوا يعني يهاجموه بس طبعا بذوق ولطف هم يهاجموه هم بياخدوه بياخدوه ويعني و... و... يعني هي اساسا بتبقى مشاكل منزليه في عائليه بتتطور احيانا الى ان الشاب التين ايجر يقول لك طب وانا انا, أنا إيه في, في البيت مهدوم طب اشوف بس اصحابي فبيروح عشان اصحابه بس وما دام جرب مره واثنين وثلاثه وحاجات زي كده بيبقى صعب انت عارفه صعب الـ الـ الاستمراريه بالنسبه لهم والدق على الودان والتعليم وحطوا هاله تحت على الليدر بتاعهم القائد بتاعهم اللي دي بتخلي طبعا لا وكمان يعني برضه بينك يعني في السن دوت لما يقول له انت كل حاجه ليك متاحه وانت ينفع تعمل كل حاجه وانت عندك حريه في البلد دي او اي بلد بالعكس انا شايفه في بلدنا احنا من كتر الكبت ومن كتر كل حاجه لا وخلي بالك وحرام وعيب والكلام ده كله هيجي في وقت يعني بالضغوط اللي متربي عليها كمان هيجي لما يلاقي فرصه زي كده هيجري وهيصدق طبعا طبعا اه خلي بالك لما بنتكلم انا انا الجزء بس طبعا كلامك مظبوط 100% بالنسبه للبلاد بلادنا في الشرق الاوسط هتلاقي ان في نوع من الكبت فالشباب بيجروا من الكبت بيعملوا حاجات غريبه لكن هنا لانه اي حد دي مجموعه مصرح ليهم انهم يعبروا اه لا هنا بقى الحريه وبيدي صلاحيه أوه. للكل ف... يعني بس بس خلي بالك الـ الـ هي دي ثمن الحريه، الحريه جميله بس ثمن الحريه ان في ناس بيستغلوها استغلال سيء ما عشان مش مفهوم معنى الحريه مش عارف هل يعني... ده يعني خليها نعمل يعني حلقه عن الحريه بس انا اي يعني انا عملت فعلا حلقه عن الحريه yeah. الحريه طيب قبل ما يعني هدخل في تفاصيل بقى عباده الشيطان انا عايز اعرف مين هو الشيطان بالنسبه لهم ومين هو الشيطان في الكتاب المقدس <applause> طيب بس هستاذنك تاخد في الاول الشيطان في الكتاب المقدس عشان <applause> نبقى داريانين بالحديث أيوة، بتاعنا اللي هم آآ آآ يعني هم فين من الشيطان طب وهم لما اختاروا برضو اختاروا الشيطان اللي في الكتاب المقدس يعني فكرتهم يعني حضرتك بعد ما تقدم بقى <تصفيق> بس <تصفيق> سؤال جه دلوقتي آه, اه يعني هم اخذوا قرار ان هم يعبدوا الشيطان او بيعبدوا نفسهم فهم جايبين الصفات بتاعته من الكتاب المقدس ولا لا. يعني ايه بالظبط طيب بعضها يعني هتستعجبي هتستعجبي يعني هم النج... النجمه الخماسيه هي الرمز بتاعهم وجوه دايره نجمه خماسيه واخده بالك النجمه الخماسيه غير السداسيه بتاع داوود النجمه الخماسيه بس ما تتحطش مش النجمه الخماسيه بتتحط كده وليها اه يعني طرف مدبب كده واثنين كده كده زي علامه اسرائيل لا ديكها سته اوكي ديكها سته مثلث ومثلث سته م. النجمه السداسيه السوداس. دي خماسيه م. بس بدل ما مش في طرف مدبب من فوق يعوجوها عشان يبقى فيه طرفين اثنين آه. ايه السبب عشان الجدي هو رمز الشيطان عندهم الجدي بيبقى له قرنين انت يعني كده جدي في الافلام اللي بتتقدم في،, في مصر و... يعني في فيلم اتقدم و... وحد بيحضر الشياطين والكلام ده كله آه. وانا ما كنتش آه، عارفه اشمعنى الجدي يعني الجدي عندهم رمز الشيطان جدي اسود رمز أيوة الشيطان حتى القداس بتاعهم اسمه القداس الاسود وهنجي ده يعني طيب اوكي انا يعني عايزه أ... عايزه اعرف اه فالشيطان في الكتاب المقدس اساسا كان ملاك أوه. فلما ندرس خلينا ندرس مين هو الملاك وازاي الملاك بقى شيطان في الكتاب المقدس كل ده في الكتاب المقدس محور الكتاب المقدس هو عن الله وعلاقته بالبشر وكلام الكتاب المقدس عن الملائكه بيجي بالصدفه فما بيبقاش كلام مركز فيه يوضح لنا ايه مين هم الملائكه فبالتالي بيبقى كلام عابر يعني ليه لانه محور الكتاب الله الله وعلاقته بالبشر مين هم الملائكه هم ارواح خلقها الله يبقى الله هو اللي خلق الملائكة, وادالهم جزء من الحرية لكن هذه الحرية إذا أسيء استخدامها لا يوجد لهم غفران غير البشر البشر الله خلقهم على شبهه لما بيغلط في لي فرصة تاني ليس لهم أجساد طبعا زينا عبرانيين واحد 13 و 14 ثم لمن من الملائكة قال قط اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ لكن خلي بالك لما العهد القديم بالذات بيقول لنا إن ملاك راح زار حد وبيبقى في ثوب بشر ده بيبقى بياخد وضع مؤقت بياخد جسد الملاك وضع مؤقت ده غير التجسد بتاع المسيح. طبعا تجسد المسيح كان دائم يعني ده بياخد شكل عشان زي مثلا يوسف النجار علشان بس يامن أو, او يعني يشوف وبيبقى برضه شكل مختلف مش شكل البشر لا يشبه البشر يعني اه احنا مش عارفين طبعا للأسف مش عارفين يعني بس يعني فكرتنا عن الملاك آه جايز تكون صح وغلط آه يعني بس النقطة بقى انه بس كان بيميز انه هو ملاك كان بيميز كان بيعرف انه ملاك فأكيد مختلف طبعا وكان بيرتعب عادة يقول لك وعادة الملك يقول له لا تخف لأنه ملاك منظر الملاك مرعب غالبا يعني. الملائكه ملهمش جنس معين، لا هم ذكر ولا انثى. يعني متى 22 30 لانهم في القيامه لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكه الله في السماء، بمعنى ان ان الملاك لا يزوج ولا يتزوج. لكن بعضهم بيطلق عليهم اسماء واسماء رجاله. زي ميخائيل او جبرائيل. في العهد القديم جبرائيل آه ميخائيل العهد الجديد الاثنين جبرائيل وميخائيل معنى كلمة ملاك في اللغة اليونانية مرسل لأن الله بيرسله بيبعته في مهمة معينة في بعض الأحيان خاصة في العهد القديم وده درسناه قبل كده بيطلق كلمة ملاك الرب على مين؟ على الرب يسوع المسيح قبل التجسد كنا خدنا آه اللي هي لو تفتكري كانت حلقة كاملة عن يسوع قبل المذود يعني اللي هو في العهد القديم يعني بس ما تكلمناش عن الملائكة يعني هو كان اسمه ملاك الرب فأصلي اقول ان كلمة ملاك الرب كانت بتطلق على الرب يسوع المسيح نفسه بس في العهد القديم بعض التعبيرات الكتابية بيبدو مش متأكدين لكن بيبدو ان الملائكة لها رتب لهم رتب في واحد اعلى من واحد في رئيس ملائكة وكده يعني ده يبدو لينا الملائكة لهم مهمات خاصة خاصة في خدمة الرب يسوع كان ليهم خدمات خاصة هقول على بعض الحاجات إعلان حمل العذراء بيسوع دي عملها ملاك إعلان ميلاد المسيح دي عنها بس مش فاكرة مع حضرتك ولا آه خدمته خلال التجربة كان في ملائكة جم يخدموه بعد التجربة رافقوه في بستان جسيماني ملائكه اعلان قيامته آه، وقت صعوده الى السماء ولما مجيئه الثاني هيجي هيصحبه ملائكه كل دول ملائكه الملائكه ليهم مهمات لمساعده المؤمن الملاك بيساعد المؤمن ارشاد كل حاجه من دول لو في اي سؤال قولي وانا أقولك لك الشاهد بقى انا عندي الشواهد كلها اه يعني انا عايزه بس يعني،, يعني عايزه برضو اركز على اركز على موضوع الملائكه لهم ارشاد م. للمؤمن تثبيت حمايه انقاذ وتعزيه نيجي بقى مين هو الشيطان <applause> جه الشيطان لاول مره في سفر التكوين لما اغوى حواء فطرح الـ الـ وكانت الحيه احيا لجميع الحيوانات البريه م. طب وعرفنا منين ان الحيه دي هو ابليس او هو الشيطان من سفر الرؤيا بيقول في رؤيا 12 9 فطرح التنين العظيم الحيه القديمه المدعو ابليس والشيطان مم. فمن هنا نقدر نعرف ان الحيه بتاعه التكوين الشتاء. هو الشيطان وبعدين الحيه في جربت ادم وحواء وفي وسط عقاب الله عقب. الله عقب الثلاثه ادم وحواء والحيه مم. في وسط عقابه للحية بيقول في تكوين 3 15 الله وأضع عداوة بينك بين الحية وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه عقفة. ودي نبوة بمجيء مين؟ المسيح مسيح. ودي اللي تم على الصليب إذ جرد المسيح الرياسات والسلاطين اللي هم الشيطان وأعوانه الشيطان أصلا كان ملاك خلقه الله وبيقول عنه بعد ما سقط في اشعياء 14 12 15 كيف سقطت من السماء يا زهره بنت الصبح؟ ده اللي هو الشيطان اللي هو كان ملاك كان ملاك كيف قطعت الى الارض يا قاهر الامم؟ يعني كان اسمه زهره بنت الصبح زهره بنت, بنت الصبح زهره بنت الصبح مظبوط وبقى مظبوط لانه كان جميل واضح ان هو طبعا هو روح فازاي زهرة بنت الصبح دي حاجة واضح ان غالبا هم يقدروا يشوفوا في حاجة الارواح مع بعضها وانت قلت في قلبك اصعد الى السماوات ارفع كرسي فوق كواكب الله واجلس على جبل الاجتماع في اقاصي الشمال اصعد فوق مرتفعات, مرتفعات السحاب اصير مثل العلي يعني انا اصير مثل الله ده الملاك اللي قال كده لكنك انحدرت الى الهواء ما ده كان طموحه يعني بالظبط الى اسافل الجب نفس اللي وقعت فيه حواء والحيه لما اغرتها قالت لها ان انت هتعرفي كل حاجه زي ربنا بالظبط فنفس الحاجه يعني ال التمتيشن التجربه الفرق الوحيد ان ادم وحواء بشر فلم يروا الله ومجده زي الملائكه زي الملائكه بالظبط يعني ده غريب جدا معذورين <applause> لخطاهم مش معذورين <applause> آه. آه المفروض ما كنتش استعمل كلمه معذورين بس كان عندهم حل اخر الفداق. هم مش معذورين بس هم برضو الفداق. محدودين في المعرفه كانوا محدودين مش زي بالنسبه للملاك يعني مقارنه بالملائكه زي واحد شاف <applause> الله نفسه يعني آه بيقول كتاب عن الشيطان التنين واعوانه التنين وملائكته ابليس وملائكته الرب يسوع بيقول انه راى الشيطان بيسقط فقال لهم في لوقا عشرة رايت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء لكن مصيره الاخير هو البحيره المتقده بالنار رؤيا 20 10 وابليس الذي كان يضلهم طرح في بحيره النار والكبريت الشيطان واعوانه لهم قدره لكنها محدوده طبع. الناس بتخاف زي الشاب اللي انت شفتيه خايف من الشيطان. ما هو خايف من الشيطان عشان كده بيعبده بس يعني ده بس بس ده ده هو قدرته محدوده. ما هو تفتكر مؤمن بكده؟ ما اعتقدش. Yeah. I agree with you. م. اللي يقدر يعمله الشيطان مع غير المؤمن حاجات كتير جدا. يتحكم فيه يغزوه يعميه روحيا يخدعه يوقعوا في فخ اللي يقدر يعمله الشيطان مع المؤمن يجربه يضايقه يقف ضده يخدعه لكن الشيطان لا يستطيع انه يتحكم في الشخص المسيحي ضد رغبته لان المسيحي بيعيش في روح الله القدوس لو حقيقي بس يعني حضرتك قلت نقطه ان هو الشيطان تاثيره على المؤمن هو أيه. بيجربه صح بي... ي يأخد يعني اه يعني يجر... يعني الام والصعب صعوبه في الحياه ويمكن ازمات ماليه يمكن مرض يمكن ويمكن ده اللي بيخلي الناس يعني انا بفكر معاك وهنعرف يمكن بعد كده أيه. تلجا لان لا انا ايه الوجع القلب ده ما تخليني مظهر. مع المضمون و... وضمن حياتي على الارض هم من وجهه نظرهم برضه ايوه ايوه لكن طبعا الرد بسيط لا دي الحياة على الأرض دي دي بخار يظهر قليلا ثم محل. وبعدين صغير. برضو مش هي برضو مش هيضمنها برضو بالظبط كده يعني مزبط. ده اختيار غبي جدا لأنه كل الناس بتمر بالألم سواء كان مسيحي أو غير مسيحي طبعا الشيطان لا يمكنه دي نقطة مهمة قوي الشيطان لا يمكنه أنه يرسل أحد إلى جهنم لا يمكن للشيطان ولا مؤمن ولا غير مؤمن م. يعني في آيه إلى جهنم أو غير جهنم يعني ملوش أي ملوش أي, أي سلطة نهاية الإنسان ده ملوش دعوة بيها بالظبط يعني ما عندوش القدرة على كده اه الرب يسوع انتصر على قدرة الشيطان وادالنا احنا المؤمنين هذه القدرة وأورالك كولوسي 2 15 إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه أي في الصليب المسيحي لابد أن يكون واعي وحريص بالنسبة للشيطان هقرأ لك آية, آية واحدة كل حاجه هتيجي بالنسبه طب للسرعة. هل حريص معلش عشان برضو انا يعني أيوة. بفكر مع حضرتك وتعليقات أيوة. الناس اللي بتيجي وبتتقال آه من هل فضلك. حريص ان انا ما اذكرش مثلا اسم الشيطان؟ لا اخاف من ذكر اسمه يعني انا كان رد يا ربنا يبعدهم عننا ايوه <تكري> حاجه كويسه يعني آه. ده آه. هل ده ده اللي انا علشان ابقى حريص ما اقولش اسمه هل انا لما ابقى حريص ما اعرفش عنه ما اعرفش عنه وعن عن اساسه لا. ايه ابقى حريص يعني هقول اولا المسيحيه ما فيهاش ان انا اقول ابعد يا شطان ابعد يا الكلام ولا اجي لرقم 13 وابعد عنه بس و... يعني ده تفاؤل وتشاؤم والتشاؤم ما فيهاش تفاؤل وتشاؤم وفي نفس الوقت المعرفه هي اكبر سلاح بالعكس ده انا اعرف عنه علشان اقدر اقاومه وهقرا لك جزء قالوا الرسول بولس بيقال لان احنا لا نجهل اعماله اعمال الشيطان الرسول بولس قال كده آه. في كورنثوس الثانيه لا نجهل أفكاره. افكاره اللي هي دي في كورنثوس الثانيه 2 10 ل 11 والذي تسامحونه بشيء فانا ايضا اللي إنتوا بتسامحوه انا هسامحه لاني انا ما سامحت به ان كنت قد سامحت بشيء فمن اجلكم بحضره المسيح لئلا يطمع فينا الشيطان لاننا لا نجهل افكاره. يعني هو عارف مين الشيطان. احنا بالعكس احنا محتاجين ان احنا نفكر نفسنا يعني معنى كلام بولس ان احنا يعني محتاجين ان احنا نفكر نفسنا ب يعني اعمال الشيطان بالظبط كده وحيله ومش كل ما انا ذكرت اسم الله معناها ان انا بعبد الله بالزبط. ولا كل ما قللت ذكر الشيطان معناها ان انا قربت من ربنا آه. الكلام ده كلام جهل طبعا. يعني بالعكس احنا يعني يعني احيانا الحرص والمعرفه آه الرب يسوع في انجيل مرقس مره ذكر لسته بال بال بالخطايا والشرور اسمها الشرور ومنها الجهل م. الجهل شر للانسان ان انا اجهل باللي بيعمله الشيطان معناها بالظبط كده ان انا مش مستعد ان انا احارب معاه يعني بسيبه هو بقى يتصرف فيا لكن لما اعرفه ومش بس اعرف الشيطان هو الفكره ان الشيطان لانه الكتاب المقدس مش 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 مبوب هنا الجزء ده عن الملائكه والجزء ده عن الشيطان والجزء ده عن الله في وسط قصه معينه او في حدث معين بي بي بيقول لنا صور. ايه الـ 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 يعني وحضرتك بتتكلم يعني وكأن يعني رايحين نحارب مثلا فانت الجيش اللي انت رايح تحارب فيه انت بتبقى عارف هو كم جنود عددهم قد ايه تقريبا معاهم سلاح شكله ايه يعني بتحاول تاخد معلومات للمكان التاني اللي انت رايح تحارب فيه او علشان تبقى عارف. مستعد. ودي... حلو جدا. اه فدي الفكره اللي المفروض احنا عشان دايما ربنا تسلحه بسلاح الايمان فاحنا. احنا. يا احنا يعني وكاننا احنا في حرب هو بالزبط. مش كاننا هو فعلا أوه. ده فاحنا في حرب معاه فانا عشان احاربه صح ابقى أوه. عارف كويس او الحال بتاعته عشان اكون مستعد ليها. بلا جدال. اه. ودي اللي انا كنت هقراها على طول اللي انت كنت بتقوليه بالظبط احنا بنحارب ابليس بحاجتين قوه يسوع وقوه الكلمه. المسيحي للاسف الشديد في القرن الواحد 21 انا مش بتكلم عن افراد لكن بتكلم بصفه عامه لا يعرف كتابه. كل اللي نعرفه الحاجات اللي بنسمعها من اخرين ودي احيانا بتبقى خطر من آخرين او وعظ خلاص بقى حاجه عز. سطحيه انا بالزبط. مش مش متعمق ومليش علاقه بربنا ولا بالكلمه بالظبط لا يوجد بديل للقراءه yeah. القراءه ومش اي قراءه لما اروح ويب سايتس ابقى دريان بايه الويب سايتس دي صح هقرا لك بس الجزء اللي انت بالظبط قلتيه افسس 6 11 ل 17 البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد إبليس فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين الرؤساء والسلاطين لما بيذكرهم ورا بعض الرسول بولس بمعنى الشيطان وأعوانه مع ولاة ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا فاثبتوا ممنطقين أحقاقكم بالحق ولابسين درع البر وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام حاملين فوق الكل ترس الإيمان والذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهمة وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله كلها ادوات حرب يعني بالظبط كده لكن المسيحي يقدر يقاوم ابليس المؤمن. برغم ان بالظبط المسيحي المؤمن يقدر يقاوم ابليس يعقوب أربعة سبعة فاخضعوا لله قاوموا ابليس فيهرب منكم وعلينا نتاكد من ان من خلال قوه صليب المسيح ان احنا نقدر نهزم الشيطان واعوانه يوحنا الاولى اثنين بيقول اكتب اليكم ايها الاحداث لانكم قد غلبتم الشرير بمعنى ان الـ 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 كل ما عرفنا الكلمه كل ما كان هي دي سلاحنا وكل ما عرفنا الشيطان طبعا هو ده لا لازم ابقى لا به بافكاره طيب يعني بمواصفات الشيطان اللي حضرتك كلمت عنه في الكتاب او من الكتاب المقدس هو ده اللي هما بيعبدوه اه انا بقى خلينا نشوف بقى هم بيعبدوا مين هم انهو شطان اللي بيعبدوه على مر العصور على فكره انا ذكرت آآ آآ أنتون لافي اللي هو جه سنه 1966 لكن قبليه قبل يعني على مر العصور كان في ناس بتعارض الاله الحقيقي معارضه الاله الحقيقي هي عباده للشيطان واقول لك ازاي كانت منين يعني المعارضه دي بتيجي بصور مختلفه بعد ما نبحث في موضوع عبده الشيطان هتلاقي بعض الحاجات حتى في العهد القديم وهقول لك ازاي خلي بالك انه عبده الشيطان النهارده بيشتغلوا بالسحر احيانا وهنشوف ايه اللي بيعملوه بالسحر ما يعني هي عايز اعرف uh, يعني. <applause> من الامثله بتاعه العهد القديم في خروج <applause> بيقول بيتكلم الله عن خايف على شعبه انهم يحت... يندمجوا بالكنعانيين ايه السبب لان الكنعانيين كان عندهم بالظبط اللي بيعملوه النهارده عباده الشيطان ايه بقى خروج 34 احترز من ان تقطع عهدا مع سكان الارض فيزنون وراء الهتهم ويذبحون لالهتهم فتدعى وتاكل من ذبيحته يعني بيزنوا هم في كنايسهم على فكره. وهم في الـ مع الالهه بتاعهم في وقت بيعبدوا اللي... انفسهم بيعبدوا الههم اللي هو انفسهم. شاول عمل سحر راح لوحدة من الجان لو تفتكري بيقول ايه في صموئيل ثمانية صموئيل الاول 28 فقال شاول لعبيده فتشوا لي على امراه صاحبه جان. فأذهب إليها وأسألها فقال له عبيده هو ذا امرأة صاحبة جان في عين دور ده مكان فتنكر شاول ولبس ثيابا أخرى وذهب هو ورجلان معه وجاءوا إلى المرأة ليلا وقال اعرفي لي بالجان اللي هي العرافة يعني اعرفي لي بالجان وأصعدي لي من أقول لك وبعدين بيحاول يصعد روح صموئيل أخبار الايام الاول عشرة فمات شاول بخيانته التي بها خان الرب من اجل كلام الرب الذي لم يحفظه وايضا لاجل طلبه الى الجان للسؤال ولم يسال من الرب فاماته وحول المملكه الى داود ابن يعني اللي بيحصل دلوقتي ده من, من العهد القديم لغايه دلوقتي الناس بتلجا لل اللي اسمهم الجين واللي اسمهم العرافه والعرافه وال... و... ومحاوله قراءه المستقبل وال... مظبوط مظبوط في العهد الجديد برضو على فكره أوه. هتلاقي مت أربعة في التجربه مم. الشيطان كان عايز ايه كان عايز ان المسيح يسجد لي عباده الشيطان مم. كان هو ده اللي بيدور عليه هو ده اللي بيدور عليه صحيح. اعطيك هذه جميعا بيقول الرب يسوع مم. ان خررت وسجدت لي حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد وده غرض الشيطان البشر الله خلقهم على شبهه علشان يعبدوه وغرض الشيطان أن يسحبهم من عبادة الله إلى عبادته هو ده غرض الشيطان الرئيسي يعني صراع على عبادة الإنسان ليه هو في العهد الجديد برضو تلاقي في لبس اه اه احتك منين؟ سيمون الساحر الساحر أعمال ثمانية، اقرا لك عدد تسعة 10 عشر وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهي الشعب السامرة قائلا انه شيء عظيم، وكان الجميع يتبعونه من الصغير الى الكبير قائلين هذا هو قوة الله العظيمة، وسيمون أيضا نفسه آمن بعد كده طبعا من خلال عمل في لبس، ولما اعتمد كان يلازم في لبس وإذ رأى آيات وقوات عظيمة تجرى اندهش في أفسس كان في بعض السحرة في أعمال 19 وكان كثير من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع وحسبوا أثمانها فوجدوها خمسين ألف من الفضة هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى وتشتد اللي هي معاكسه طب يعني هل يعني كل ساحر يعني احنا بنشوف دلوقتي سحره آه. وديفيد كوبرفيلد اللي بيخفي مش عارفه طياره ولا بيعمل حاجات الغريبه هل كل السحرة دول دول شياطين برضه لا لا طيب أبقى. انا هاخد تليفون وهرجع عند الحته دي بس يعني برضو عندي سؤال فيها لو لا طبعا يعني آه. <applause> معايا الاخت منال من بنسلفانيا اهلا بيكي اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيكي انا كنت عايزه واهلا بحضرتك الاستاذ أهلاً, اهلا بيكي انا كنت عايزه حضرة الاستاذ بس يفسر لي الاصحاح السادس من سفر التكوين عدد واحد لأربعة واسمح لي اسمحي لي ان انا اكون على الخط عشان ما عايزه عايزه اعلق لانها لها علاقه بعبده الشياطين طيب انت ايه شايفه العلاقه عشان ده مش موضوعنا لان انا مش حسن هو لي علاقه بس طيب انت قولي لي وجهه نظرك طب قولي لي وجهه نظرك اساس الموضوع اصلا هو ده اساس الموضوع طب اه قولي لي اه 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 وجهه نظرك اه اه من وجهه نظري يعني انا عايزه اقول بس ممكن حدث الاساسيات الاصحاح طيب وانا اه اه هقول خالص خالص وحدث اصح اه اه 6 من سفر من, 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 من واحد ل من 1 ل وحدث لما ابتدا الناس يكثرون على الارض وولد لهم بنات ان ابناء الله راوا بنات الناس انهن حسنات فاتخذوا لانفسهم نساء من كل ما اختاروا يبقى ابناء الله اتخذوا لانفسهم نساء من بنات الناس آه. تمام فقال الرب لا يدين روحي في الانسان الى الابد لزيغانه هو بشر وتكون ايامه 120 سنه كان في الأرض طغاة في تلك الأيام وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذو اسم طب قولي لي بقى انت وجهه نظرك في دول وبعد كده اه انا عايزه اسال حضرتك بالأساس من هم من هم ابناء الله طب ايه علاقته بالشياطين بس باللي انا بقوله النهارده عبدة الشياطين بس معلش خلي حضرتك بالأساس لا ما لو مش موضوعي ده. انا مش هجاوب عليه انا اسفه <applause> يعني قولي لي وجهه نظرك وانا هنفسر الموضوع معلش عايزه اعرف تفسير الاسئله لا قولي ليه هرد عليكي هقول لك ايه علاقته بعبد الشيخ طيب انا محتاجه من حضرتك قولي لي ايه وجهه نظرك او جوه الموضوع انت شايفاه جوه الموضوع وديتنظري. ازاي؟ ده حاجه حقيقيه بتحصل ده مش وجهه نظر ده حاجه حقيقيه بتحصل طب ممكن وسببها الاصابه واحده انا عايزه احرك الاستيسي فستان. طيب يعني انا بشكرك جدا هن هنقول تفسير هقول... سريع بس انا برضو مش شايفه ان هو ليه علاقه وشكرا لمداخلتك ولو ليكي اي سؤال ممكن تبعتي على الايميل وهنرد عليك ونتواصل على الايميل ونشوف تفسير ال النص ده بالظبط ايه اتفضل هو بعض الناس فكروا ان ابناء الله لان في اجزاء من العهد القديم بتتكلم عن ابناء الله ان هم الشياطين وبعض الناس الثاني فكروا ان هم ملائكه لكن خلينا نوقف لحظه هنا هل احنا بنؤمن بكلام الرب يسوع انه كلام صحيح لو فعلا بنؤمن ان كلام الانجيل مظبوط يبقى لا الشيطان ولا الملاك يزوج او يتزوج بالظبط لانه لا اساسا ده روح بالظبط فاذا وبعدين هو الجزء ده يعني انا علشان كده انا مش عايزه يعني انا عايزه اعرف وجهه كدا. نظرها ليه لان الجزء ده فيه اختلافات كتير انا مش عايزه اخوض فيها بصراحه يعني هي بتفكر. لكن هي في تفسير للجزء ده كتير تفسيرات مختلفه كتير لكن انا لا مع التفسير اللي بيقول ان ده شيطان ولا مع التفسير ان ده بيقول ان دول ملائكه لسبب بسيط جدا ان لا يمكن الملاك ينجب الملاك ولا الشيطان يقدر ينجب يعني في بعض الناس اللي افتكروا لا ان عندهم ارواح شريره بسبب الحكاية الحكاية دي وأنا طبعا يعني وده مش فكرنا أساسا ده فكر إسلامي معلش يعني الجان وبيتجوزوا من البشر والقصص دي ده مش فكرنا احنا خالص فهو التفسير ده يا أخت منال مش مقبول عندنا خالص صح كده مضبوط انا ممكن. انا انا طبعا مش من انصار انا ما بقولش على فكره ان هم لان في اصدقائي مسيحيين ممتازين بس هي بتقول حقيقه فكلمه حقيقه يعتبروا. دي <applause> وكانها كانت معاهم وقتها فحقيقه دي صعبه شويه مفيش حاجه حقيقه هو هو تفسير الحقيقة. بس تفسير خاطئ <applause> بس عشان بس برضو ابقى م. فير في ناس مسيحيين بيقولوا ان دول كانوا ملائكه لكن كلمه انهم إن كانوا شياطين ما اعتقدش انه مبني على اساس لان انا عارف هي جايبه غالبا انه انه ابناء الله لما في ايوب واحد غالبا لما كتب آه ابناء بالزبط. الله يعني يعني اتس تو ماتش ان احنا يعني ان احنا نجيب كلمه من هنا وزيها من هنا ونقول ان دول الكونتكست ده غير الكونتكست ده آه انا هرجع لموضوعي يعني برضو ماشي <تصفيق> ماشي <تصفيق> <تصفيق> <أوكي>. <تصفيق> يعني اه انا كنت بسال حضرتك وبعد كده هطلع فاصل الصحراء اللي احنا بنشوفهم دلوقتي أي. بيعملوا حاجات يعني مش معقوله يعني غير طبيعيه يعني أي. أي. وغير كمان في امكانيه البشر العاديين دول ايه؟ جايبين القدره في جزئين دي. اه في جزئين مهمين قوي هتكلم عنهم بعدين بس هبقى مادام هقولهم دلوقتي يبقى هقولهم بصوره سريعه افلام ديزني لاند فيها بعض الحاجات فيها سحر ويعمل كرتون. اه ما هي ثقافه ده ده في. آه. حاجة. لكن لكن الحقيقه ما فيهاش اي حاجه ضد الله. هي السحر اساسا ليه غلط؟ لانها حاجات ضد الله، لكن لما يكون للتسليه. لا ديزني لاند ده قول خيال واسع. خيال. بالظبط. لكن وحتى ديفيد كوبرفيلد. ده خيال. على حاجه لا مش خيال بس هو خدع نظر خدع سمع. انت لا تعلمي ايه اللي بيحصل وراء الكواليس مش عارفه بس هو الشخص ده كان شكله ساحر بجد؟ لا ابدا انا انا مش شايف ان ده سحر ده فل... تسليه انا على فكره شفت مره فيديو من وراء الكواليس آه. للسحره تستعجبي جدا يعني... فعلا ي... بيقطع البني ادم وبيقسمه نصين ومش عارف بيعمل ايه لكن لما تشوفي الحقيقه من ورا تعرفي ان دي بس مجرد إما خداع العيب يعني. أو ذكاء بالظبط كده دي فيها إيه سحر دي مش خفة وخفة إيد هم بيقولوا كده وعلى فكرة أنا مبسوط إن هم بيسموها آه بيسموها ماجيك ماجيشن إحنا بالعربي ما فيش غير كلمة واحدة لكن التاني ده ويتش كرافت ده اللي بنحكي عنه السحر ده ده ويتش كرافت ده علاقات بحاجات روحية بيغير بعض الحاجات يجيب صوت الشيطان كانه صوت زي صموئيل مثلا و... و, فبالتالي دي حاجات ضد الله دي واضحه جدا يعني لكن م... يعني يعني اشمعنى الساحر ال... الصغير هو اللي بيقدر يوري لك الحاجات دي لانها بسيطه وسهله لكن الساحر الكبير يعني مش يرضاش. كل حاجه اه يعني قصدك اللي بيجي في التلفزيون مش شرط يكون ده, ده عامل عقد مع ابليس بالظبط <applause> لكن الناس بتروح له وبي يعمل الحركات بتاعته ونار بتطلع تسليه تسليه تفتكر ده تسليه؟ طبعا ده والأعمال وي... وال واللي يقول لهم هيحصل ايه و... اوه انت بتتكلم على السحر المنجمين. الساحر أوه، المنجمين اه المنجمين لا طبعا هو ده اللي انا بتكلم أوه. عنه ان هو ده اللي هو اتكلم عنه أوه. في الكتاب المقدس أوه. طبعا انه في حاجات دي دي لا تعتمد على خفه يد وعلى بصر وعلى الحاجات دي لا طبعا ده, ده 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 اللي هو السحر على فكره هو ده اللي مرتبط بعباده الشيطان. عباده الشيطان مش خفه يد ولا بصر ولا سمع لا ده لعب مع ارواح مش كلمه لعب يمكن مش حلوه يعني تعاون مع الارواح تعاون مع الارواح علشان يعملوا حاجه مختلفه خالص وعشان كده كذا مره حد يقول لي تعالى واحنا صغيرين واحنا في الجامعه في مصر يقول لي تعالى احضر حفله تحضير ارواح لا يمكن انا احضر الحاجات دي ليه ايه السبب يعني <applause> طب نفترض روح جت كده ولا كده <applause> اوكي نطلع فاصل و... ونرجع نكمل موضوعنا اعزائي المشاهدين هنسمع مع بعض الترنيمه اللي جايه و... وهيكون في... اهلا بتليفوناتكم وتعليقاتكم بس اتمنى ان هو يكون في الموضوع ما نروحش حته تانية ولا تفسيرات ولا يعني وجهات نظر فيها كتير. اي اسئله اهلا بيكم بعد الفاصل. تعدوني <applause> يسوع هو سكه تعدوني يسوع هو سكه تعدوني في سك تن مافي لا يسويسوع وسكسعو Catanima fi, Ela Yasuo, Catanima fi, Ela Yasuo, Yasua, Uwanuru, Tadu, Yasua, Yasuo, Uwanuru, Tadu, Yasuo, Uwanuru, Tadu, Yasuo,

يسوع هو السكه، سكه تاني ما في، هو الطريق هو الطريق الوحيد للحياه الابديه، فيسوع هو السكه، سكه تاني ما فيش. هي <applause> بس اللغه سودانيه بس يعني عجبتني لانها معبره يعني الناس بتلجا لطرق تانيه بس هو يسوع هو الطريق. <applause> آه طيب عايزه اعرف يعني اللي انا سمعته عن عبده الشيطان مش هنا، مش في امريكا لا من مصر <applause> وكان بيظهروا في الهالوين وبيروحوا قصر البارون ويعني كان في قصه كده حصلت و... وعرفنا من خلالها دول مجموعه عبدت الشيطان أي. فدي حاجه لسه قريبه جدا مش مش من زمان امتى ابتدوا الجماعه دي او الديانه دي امتى ابتدت عبد... عبدت الشيطان ويعني و... و... يعني هم من زمان واحنا لسه عارفين م. ولا هم فعلا لسه يعني قريب او في القرن ال21 مثلا اه بصي السحر اللي كان في العهد القديم الواضح اللي دخل فيه شاول وسيمون في العهد الجديد كل دي تابعه لعباده الشيطان لكن مجموعه عبده الشيطان اللي هي نعرفها النهارده اللي ابتدت في القرن العشرين ده في العصر في القرن ال19 كان في واحد اسمه أليستر كراولي ده في القرن التسعة عشر في أواخر القرن التسعة عشر في إنجلترا اتولد برضه في عائلة مسيحية وآمن إن الشيطان أقوى من الله ده كراولي وبعدين ابتدى بتهزيء المسيح وكل ما ليه علاقة بالكتاب المقدس راح مصر وقال انا جايب معايا روح الشيطان يبقى هو ده السبب اللي هو اللي عمل القصص دي في مصر بقى <applause> وقال انه عمل اتصالات بالملاك الحارس المقدس وجي من مصر على امريكا ابتدى ينشر العبادات بتاعته لان لقى حريه حريه الديانات هنا لكن في كنيسه ما قدرش كراولي على فكره يجذب ليه ناس كتير لكن اكتر واحد جذب لي ناس اللي هو انتون لافي انتون لافي اتولد 1930 ومات 1997 يعني كان عنده 67 سنه هو اللي حط رمز لعباده الشيطان اللي هي النجمه الخماسيه المايله ولغايه ما مات وهو مقتنع بالسكه آه. اللي هو فيها مظبوط يعني ما مرضش ما فيش حاجه حصلت خليته يرجع عن طريقه هو مشي في السكه العاديه بتاعت اي بشر الامراض العاديه معرفش تفاصيل الامراض كانت ايه لكنه ما فيش حاجه باينه قوي يعني لكن افكاره هو اللي كتب كتاب الشيطان وعلى فكره هم لا يعتبروا كتاب الشيطان الكتاب المقدس هم ما ان الكتاب ده موحى بيه اه يعني هم ما كتاب ما كتاب وبيعتبروا الكتاب المقدس ده مش كتاب يعني بيعتبروا ان ده اخترعوه المسيحيين اه مجموعات كتير ابتدت هي النجمه الخماسيه برافو عليك و وتبقى مايله على اساس ان هي دي العلامه بتاعتهم دي العلامه بتاعتهم ودي الالوان بتاعتهم ودي الالوان بس الغالب الاسود والابيض حاجه بسيطه الاسود والابيض والبيربل البنفسجي البنفسجي الغامق اه خلي بالك النقطتين ال ال اللي فوق بتوع النجمه عشان دول بيدلوا على قرني الجدي ال ال الس... ال اه النقطتين بتوع النجمه اه مظبوط شكرا للمخرج فكره رائعه انه جابها يعني اشكركم <applause> الملخص لحياه لافاي وهو في المدرسه الثانوي اعتقد ان الشخص اللي يعرف الارض ما هوش المسكين زي ما قال المسيح مش هم الغلابة مش هما والمهمشين الغلابة. والناس لا. اللي... لكن خارج المدرسة الثانوي اتعلم السحر ابتدى بتعلم السحر وبعد كده حس بملل من الدراسة فساب المدرسة ولجأ للسحر ولجأ للسحر لكن انضم في عشان يجيب أكل للبيت انضم للسيرك وبقى بيعزف وكان مساعد في الأول كان مساعد مدرب حيوانات بتوع السيرك وبعدين بعد كده كان بيعزف كيبورد بتاع الـ الـ السيرك يعني. واعتقد انه لما نقدم ليهم العباده في السحر عن طريق ان هم الشباب اقوياء جدا. وكل ما الواحد بيزيد في السن ملوش لازمه. فا نظره ان الـ بيركز على السن بيركز الصغير بيركز على السن الصغير الشباب والاقوياء لان الكبار في السن هم ضعفاء وسوف يموتون بسرعه فما فيش فايده منهم عكس المسيحيه المسيحيه تقول لي كل ما كبرت كل ما الواحد زاد حكمه مش مش بس المسيحيه ده بالمنطق حتى كده بالمنطق بالظبط ويقدر يفيد الاجيال الثانيه هو عايز قوه مش عايز دماغ اساسا بالظبط بالظبط سال لافي سؤال وجاوبه ايه السؤال بتاعه ما هي الكنيسة المسيحية قال هي عبارة عن إنكار لطبيعة الإنسان الخاطئة بالتالي كان حلم لافي إيه أن يشوف كنيسة الشيطان اللي بتجذب الناس وبتجذب فكرهم وتسمح لهم أنهم يعيشوا حياة خاطئة الخطيئة. جدا وإشباع غرائزهم بعيدة تماما عن الكنيسة اللي كل شوية تبكي تبكتك دمائهم. على الخطية بالضبط لعبة حلوة مش كده؟ ما هو نفس فكر الإلحاد يعني ما هو نفس الفكر الإلحاد يعني سن 21 اه تعلم اه لافي دخل الكوليدج وتعلم عن الجريمة وانضم للبوليس من غير ما يبقى ظابط كان مصور يصور أماكن الجريمة الناس اللي تبع البوليس اللي بيصوروا أماكن الجريمة والحاجات ابتدى في تدريس عقيدته عن الشيطان وليه بيعتقد ان كل رغباتنا الجسديه جايه من الشيطان؟ طب هو يعني برضه دراسته للجريمه، طب ما الجريمه دي خطيه ودي من فعل الشيطان. هو ما فيش علاقه، هو ما شافش العلاقه هو كل اللي بيقوله انا انا بديلك صوره لحياته بسرعه على اساس انه مش ده كان الجزء الخاطئ، لا هو كان انسان عادي بيدرس زي اي واحد وعايز يعمل كده وبعدين ابتدى وهو بيفكر قال إن الخطية دي حاجة حلوة يبقى إحنا لين بكت الناس في الكنائس وابتدى في تدريس السحر وكل ما له علاقة بعبادة الشيطان سنة ستة وستين يبقى كان عنده ستة وثلاثين سنة حلق شعره بالكامل وابتدى وأنشأ كنيسة سماها كنيسة عبادة الشيطان ونصب نفسه رئيس كهنة الكنيسة يعني هو اللي حط نفسه جايب مسمى من الكتاب المقدس <applause> بالظبط وانشا طقوس للكنيسه للمناسبات المختلفه زي الزواج والجنازات والحاجات دي ايه في عندهم زواج؟ الطقوس دي نعم في عندهم زواج؟ في عندهم زواج وهو اللي كان بيزوج اه بس التركيز على لعن وسب الاعداء في بعض الديانات بتعمل كده طب مين هم الاعداء بالنسبه له؟ الاعداء برافو عليك اي حاجه مسيحيه هي العدو الاول بالنسبه له هو بقيت كلمه السر عندهم في الطقوس في كنايسهم مات الله عاش الشيطان يا ربي اه وكتير من المسيحيين بيعتقدوا ان المجموعه دي هي اخطر جماعه على الاطلاق طبعا لسبب بسيط جدا ان في واقع الامر آه أنا بعتقد كمان إن إن في المجموعات الثانية أقل ضرر لأنه أنشطتها تحت الأرض وبتبقى باينة للناس زي داعش داعش نشاطها تحت الأرض لكن باين للناس فبتلاقي مش كل دي دي مجموعة خطر يعني قصدك الجريمة اللي هم بيعملوها أو الإرهاب باين ظاهر للناس لكن يعني. دول بين من تحت لتحت بإقناع وبأفكار مش مش بجريمه ومش بارهاب مظبوط هل بقى المجموعات انا انا بقول ان دول باينين لكن الجماعات اللي تحت الارض في امريكا بالذات زي داعش تلاقي محدش بقى قليلين جدا يعني بيقولوا ان عدد الناس اللي هم موجودين في داعش وموجودين في امريكا ما يزيدوش عن 400 500 الله اعلم الله اعلم لكن مش عارف لكن لكن, لكن عبدة الشيطان مئة ألف يعني نسبة عالية خالص كتير طيب ال يعني في أفكار متداولة عن عبدة الشيطان ويعني ليست حقائق أو حق يعني حاجة مش حقيقية يعني في حاجات هم بيعتقدوا فيها لكن هي حاجة مش حاجات مش حقيقية خالص م. وهل في برضو بعض الأفكار الخاطئة عن كنيستهم <applause> عن كنايسهم او كنيستهم انا مش عارفه كم كنيسه موجوده. هقول لك على بعض الحاجات المغلوطه في فكرنا ومنها حاجات احنا ناقشناها حالا يعني بس من ضمن الحاجات هل كل سحر عباده للشيطان؟ المبدا ده خاطئ لان بعض السحره بيكونوا بيكونوا مجموعه لعباده الهه تاني يا المخرج دلوقتي بيقول بيقول يعني دخل على الويب سايت وكتب يعني عباده الشيطان أيوة. فراحت طلعت له على طول كنيسه عباده الشيطان وان انت تبقى ممبر, ممبر من ضمن الناس مزبوط. اللي بتنضم ليهم يعني المجال مفتوح وسهل طبعاً. وطبعا ويبعتوا الكتاب ببلاش كتاب الشيطان اسمه كتاب الشيطان لو بص عليها يلاقي لونه اسود وكتاب من بره شكله عادي خالص واسمه سيتانيك بوك أو ستانك بايبل يسموه ستانك بايبل بالظبط كده ودي شكرا. أجزاء منه مظبوط وده هو على فكرة لافي ده فعلا. اللي هو ده شكله بالظبط كده هو عامل هو شكله شطون فعلا اه هو هو بس بيعمل ده شكله كده إيه لما اترسم ممكن الصورة اللي قبل كده مربي دقنه اه, آه. إيه ابيض اهو اه اه لا ده هو مش عارف ده هو ولا لا الحقيقه ما اعرفش بس التاني 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 اللي هو انا شويه ده هو ده هو اللي كان بيلبس لبس شيطان اوكي اغلب اللي بيمارسوا السحر في العصر الحديث بيؤمنوا بتعدد الالهه غير عبده الشيطان على فكره يعني دي برضو من الحاجات المفهومه خطا ولازم نلاحظ ان الكتاب المقدس بيساء فهمه بالنسبه للحديث عن السحر عاده الكتاب بيتكلم عن ممارسه السحر عمليا وليس على ما يؤمنوا به. احنا بندور على ايه اللي بيؤمنوا به؟ بي. لان دي دي النقطه اللي تهمنا النهارده. عشان ابقى عارف مين دول بالظبط جماعه وايه مدى كمان تهديدهم ليا ولاولادي ولل... واحفادي يعني مزبوط. احنا مظبوط احنا بنبني في ملكوت ربنا مش ليا انا بس علشان انا اضمن حياتي لكن انا بضمن حياه ناس تانيين مسؤول عنهم يعني. اكيد كمان ما نخلطش بين اللي بيقوم بيه السحره كجزء من عبادة الشيطان و اللي بنشوفه في أفلام ديزني ده أنا قلت خاصة كلاسيك على فكرة إنه يرمي مش عارف عصاية صدقني هي الحاجات دي بتبقى بداية ما دي برضو مش يعني دي إيه ثقافة بتحطنا فيها يعني عايزين آه تسلية بس ممكن تسلية. بتودي بس مش, مش, عايزين نخلط بين دي ودي ده السبب مم السؤال مش الغرض منها اصل يعني لا بس لازم نكون بنوضح كمان ان ده خيال ودي خدع طبعا بس يعني ده وده غرضه على فكره طبعا. انه بيوسع خيال الطفل مش غرضه انه اهم اختلاف بين افلام ديزني وبين عباده الشيطان هو ان عباده الشيطان بتهتم اساسا بالسخريه على المسيحيه دي اهم حاجه كتير بنخلط بين ثلاث مصطلحات ده اول حاجه بيجانيزم عباده الهه اخرى وده الحقيقه الاكسبريشن ده بيجانزم دي بتشمل اي ديانه غير الاله الحقيقي فدي يعني كلمه واسعه شوية في كلمه تاني اسمها بوليثيزم بوليثيزم تعدد الالهه ان يبقى في اكتر من اله زي الهند الهندوسيه يقول لك هم عندهم مش عارف مئة الف ديانه وعندهم مئة ألف إله وده في ناس بتحط الشمس في ناس بتحط القمر في ناس, ناس بتحط البعل في ناس بتحط يعني على حسب واحد هندي صاحبي قال أه لي ليحنا... احنا احنا تعدادنا مش عارف 900 مليون او 1000 دلوقتي يعني اللي هو الالهه زيهم الالهه عددهم زيهم بالظبط قال <applause> <applause> لي عندنا الهه قد كل واحد بياخد اله لنفسه يعني بالظبط على فكره المورمنز بيؤمنوا بتعدد الالهه اه لان هو نفسه هيبقى الرجاله هيبقوا <applause> آه بالظبط آه، تالت حاجة ايدل ورشيب ايدل ورشيب دي عبادة وثن بيحط تمثال لحاجة ويعبد هذا التمثال وده اللي اتكلم عنه في الوصايا العشر على فكرة اللي هو قال لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض بعضهم بيحطوا صور بقر و... آه الاخرين بيحطوا سمك، م. اي حاجة او شخص معين. م. اخر حاجة اللي بنسميه ماجيك او ماجيشن. سحر. ده اللي هو مختلف بيعمل حاجات غريبة احنا عارفين انها مش معجزات. احنا متأكدين. ان فيها خدعة يعني او فيها خدع خدع لعب. بصرية يعني. او سمعية او حيلة لمجرد التسلية، كل دي حاجات. ملهاش علاقه بعباده ما وما ننبهرش قوي عشان هو بيغدى بالضبط بالظبط وما ننبهرش قوي ولا بالسحر وطبعا السحر بقى ده اللي هو احنا بنرفضه ورفضوا آه. الكتاب اوكي طيب إيه قبل ما ادخل على الجزء الثاني بس في تليفونات آه. <تصفح> كتير ماشي, ماشي. اوكي الاخ رائد من كندا اهلا بحضرتك الو مرحبا اهلا بحضرتك اهلا, بيك كيف الحال؟ نشكر ربنا اهلا بحضرتك اه لو سمحتي بس انا في عندي سؤال لك ولا يمكن للاسيس عادل اه يعني بس انا بدي اعرف شغله واحده السحر كيف بيشتغل؟ انا بسالك سؤال لانه يعني السحرة دمروا حياتي وبقالي 15 سنه بعاني من هذا الشيء انا بؤمن بربنا وبيسوع المسيح وبصلي وبروح الكنائس باكثر مما تتخيلوا وبصلي طول النهار بس في سحرة بعمله سحر طب يعني انا هسالك يا اخي رائد بس ثواني أيوة. ليه بتقول دمروا حياتك ودمروا حياتك ازاي ما يمكن دي حاجات عاديه الناس كلها بتخوض فيها بس انت واخدها لمنطق ان ده سحر حياتي يعني انه خلوا الناس تبتعد عندي قد ما بمشي صح وبمشي عدل انا بجوز انتوا أن أن راح هذا الكلام أوه. خيالي آه أن بس دائما بيكونوا ناس ضدي أوه. وعرفت هذا الحكي وبعدين السحر دخل عائلتي وحكيت مع الشخص اللي عمل السحر انا يعني عندي موهبه بعرف انه انه لو في شيء سحر معمول لشخص انا بقدر بقدر اعرفه انا ما يعني الشيء ما تتخيلوه وحكيت مع الشخص اللي عمل السحر طب الشخص ده قال لك انه هو عمل لك سحر شو قال لي قال لي أوه. انا بتحداك صلي قد ما بتصلي انا بروح الكنائس وبروح كل المؤتمرات اللي بتتواجد في كندا وغيرها وكل كلها وعند ابونا مكاري يونان رحت 15 سنه السحر مش عماله بينشال. طيب يا اخراد يعني, يعني أنا ما ما, ما بصدق ولا لحظه انه الشيء اللي صار انه هو من ربنا طيب بس يعني. هذول في انا ما بؤمن انه الشيطان انه قوي لدرجه هو انه قوي من الله استغفر الله ولا يمكن بس عنده قوه خياليه ما تتصوريها الهنود والعرب بعملوا السحر بشكل خيالي دمروا حياه ملايين الناس، الشخص اللي ما معاني من عنده ما بيؤمن فيه، طيب. يعني انا لو لو هلا انا عمري 50 سنه، لو اجيتيني قبل 15 سنه وكنت اسمع السحر بقول هذا الانسان او الانسانه مجنونه لانه شو هو السحر؟ شو بشيطان؟ كنت استخف بالسحر لحد ما وصلت مرحله قالوا انت بتستخف طيب ما طولت الشغله خلال اسبوع دمرت حياتي وانا بعيش حياه يعني منفرده بشكل اغرب من الخيال هذا الحكي مش من الخيال بس حقيقه وكل الناس اللي بيجوا بيوعظوا هون في تورنتو انا بروح وكل اي شغله لفك السحر وبصلي من الصبح لليل الشغله صعبه بشكل بشكل يعني اغرب من الخيال انا بس شغله واحده بدي افهم يعني شو هي القوه اللي عندهم طيب. بحيث إنه يعني, يعني انا هجاوبك انا هجاوبك يعني يعني ماشي. انا هقفل معاك ب... يعني انا بشكرك لمداخلتك وصراحتك كمان وانا فاكره ان انا اتكلمت معاك و... وهخلي الاسيس ي... يجاوب عليك بس خد الموضوع ده ب... يعني الرد بجديه شويه يعني برضو ما تستسلمش لفكرك والاعتقادك ولايمانك ان هو اقوى مش ايمانك انت بتقول ان انت مؤمن ان الله اقوى بس يعني اوقات بيبقى في صوت عالي كده جوانا او اوقات بيبقى ابليس مسيطر زياده شويه. ايه راي حضرتك يا أه هو انا معايا تليفون أه تاني بس ها يعني انا مم. لازم نرد عليه. طبعا أه انا بثق في كلام الاخ رائد أه عنده حق أه لما بنعرف عن العرب والهنود عندهم سحر غير طبيعي وغير عادي واي حاجه بتبقى أه بالقوة دي لابد أن يكون الشيطان فيها. دي مش دي ما انا ما عنديش فيها اي حاجة. ايوه بس انا سؤالي دلوقتي انا انسانة مؤمنة آه. ممكن يقتحموا ما هو ده اللي انا قلته خليني اراجعه. اوكي. اللي يقدر يعمله الشيطان مع المؤمن ايه؟ حتى عن طريق السحر. بيجربه يضايقه بيقف ضده بيخدعه. وده اي مؤمن. ده اي مؤمن. مش الاخراق بس. طبعا. لكن ايه اللي يقدر يعمله الشيطان مع غير المؤمن؟ م. يتحكم فيه يغزوه يعميه روحيا يخدعه يوقعه في الفخ. طيب يوقعه في الفخ معنى ان هو بيسيب ربنا خالص وبينفصل عن الله وبيعيش حياته بمزاجه لكن ولا لكن لا الله دايما عنده فرصه ثانيه وثالثه ورابعه لكل البشر. طيب لا يعني انا قصدي حاله الاخ رائد يعني الأخراج. انا مش شايفه ان هو بعيد عن طبعا. ربنا لكن هو بيقول طبعا. انا قريب من ربنا وانا في كلامه وواثق في 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 قوه ربنا وبالتالي ده ممكن تكون تجربه ممكن آه. يكون بيضايقه ممكن يكون واقف ضده في بعض الحاجات او بيحاول يخدعه بيحاول يخليه يسيب الايمان م. خلي بالك كل الحاجات دي ما هو إه انت فاكره برضه انا قلت نقطه مهمه وهي انه غرض الشيطان انه يشيل الناس من عبوديه من هم يعبدوا الله لانه عبيده هو ياخد المؤمن اللي بيعبد الله يخليه عبد ليه هو طب هو يعمل ايه دلوقتي واحد حياته مدمره وحاسس ان اصحابه بيسيبوه مفيش شغل بيستمر فيه كل الدنيا متلخبطه معاه جدا اه انا ما اعرفش طبعا زي ما وان بقولك. كان وان كان من آه. في رايي آه. آه. ده حال العالم اللي احنا عايشين فيه م. بس انا مش عايز اقلل من المشاكل اللي هو مش طبعًا. بقلل بس كل واحد بالمعاناه اللي هو فيها ما آه. هو يعني هو انا يعني لو هو يقدر يسيب رقم تليفونه وانا ابقى اتكلم معاه مكالمه اطول اعرف بس ايه الحاجه الاكثر انا ما اقدرش انصح حد على التي في كده طبعا م -م. انه يعمل خطوه واحد واثنين وثلاثه وانا اساسا يعني تليفونه سمعته معنا. بس خمس دقائق تليفونه معانا فبعد اذنك او بعد اذنه هو ان انا بقى اخد تليفونه واتكلم معاه عشان بس اعرف الخلفيه صح. لان انا ما اقدرش اقول حاجه ابقى يعني من الجهل ان انا انصحه بحاجه وانا اساسا مش عارف مش عارف, عارف بالظبط المعلومات كافيه صح. يعني. طيب معانا الاخ ماجد من ميشيغان اهلا بحضرتك شكرا شكرا مساء الخير اهلا مساء الخير اهلا بحضرتك صوتي واضح اه واضح جدا اهلا بيك آه طبعا آه انا دا اتابع برنامجكم ومشكور انه في عندكم الشجاعه الادبيه الروحيه الكافيه في التكلم عن الشيطان لانه <تسكت> يعني مع الاسف في تعاليم كثير من الكنائس خصوصا العربيه اللي انا تربيت بها اكثر من 30 سنه القليل يفهم او يتكلم عن عن دور الشيطان في الكنيسه او عن عن الارواح الشريره كيف تعمل واحب أن اخصص شيء بسيط وعندي سؤال طبعا للقس. خليني اقول لك بالنسبه لكلمه اوكولت اللي تترجم بالسحر يعني انا تترجم بالسحر نقدر نترجمها هي مثل مختبئه ومختفيه وهي الامور المختفيه في السحر في السحر بالسحر هو ان الشيطان هو من يحصل على العباده من خلال الانشطه السحريه. <applause> ده زين عزيزي وكثير من الناس ومرات حتى بعض المسيحيين المستقيمين يخدعون بهذه المظاهر، وإذا نرجع إلى كلمة الله عندما يقول أن الكتاب المقدس يقول أن إبليس أن الشيطان يأتي كملاك نور صحيح. حتى يجعلنا نعتقد أننا ما زلنا على علاقة مع الله، ده, <applause> ده صحيح طيب سؤال حبيت اقول انه الشيطان منذ الكنيسه الاولى لحد هذا اليوم قدر ونجح في ان يحد من عمل عمل قوه الله وروح الله في المؤمنين لاخذ الاختبار مع معموديه الروح القدس حتى لو كان اليوم الكنايس كلها تعلم عن هذا التعليم وعن هذا الحق الالهي لكل مؤمن اه <applause> اذا كان كل تركيزنا على الخلاص الى ان شككونا بخلاصنا فما لازم هيك تعليم، الله وضع في الكنيسه قديسين وضع, و... وضع مواهب، اين المواهب اللي تجلب العار على مملكه ابليس؟ <applause> اليوم ال 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 انا اسالك هذا السؤال انا عايزة اه, أه, آه سؤال حضرتك تفضل اه, أه, okay. آه انت تعلم في كنيستك عن موهبة الروح القدس هل تتكلم تشجع المؤمنين عن مواهب الروح القدس ليش الخدام فقط يكرسون على موضوع الخلاص اوكي الخلاص من يجيبنا للخلاص؟ الروح القدس هو اللي جابنا الى المسيح، هو اللي صالحنا مع الاب، ليش ما نركز على دور الروح القدس في الكنيسه؟ المؤمنين عطاشه لكن ماكم هناك من يشبعهم، يا ما انتم خدام احترامي لكم ما ما عندكم هذا الاختبار وتفتقدون طيب. عليه. انا بشكرك مجرد اخذتم شهادات لاهوتيه طيب انا بشكرك جدا بالمعرفه اكثر مما روح الله يقول انا بشكرك جدا جدا وبشكرك لمشاركتك وعندك حق احنا لازم نكون بنعرف مش فكره عشان اعرف المواهب ولا ال... يعني مش هي دي احنا بنعلم في كنايس انا عارفه ان كله ده بيوصل للناس لكن الفكره ان انا اعرف عدوي صحيح مش عيب ان انا اعرف صحيح. عدوي طبعًا. بالعكس علشان طبعًا. انا اكون في الحته الصح وبهاجم صح ويعني مستعد مظبوط طيب آه كان معانا تليفون اه الاخت ماري اهلا بحضرتك <applause> أهلا بيكم يا ريت في دقيقة علشان أهلا بحضرتك يا أختي ماري معلش يعني هستأذنك في دقيقة علشان الوقت لسه قدامنا حاجات كتير يعني أسئلة كتير تفضل أوكي آه بمناسبة الشيطان آه كان يوم خمسة آه اثنين الجمعة آه اللي فاتت كان الرب اداني رؤية بالشيطان برضو هو كان واقف هو والنبي آه الكذاب والوحش هما الثلاثة وكان فوق بس السما طبعا مقفوله بالنسبه لهم ما لهمش ان يطلعوا السما فهو شيطان لقيته بيبص لتحت وبيعمل بايده كده بيستحلف وبيقول انا هوريكم ايام سودا دي كانت رؤيه صدقيني. هي هي ده بيحصل من زمان <applause> هو مورينا ايام سوداء فعلا. لا 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 ده اللي هيجي يعني حاجه رهيبه بمناسبه بقى الجدي كان الرب وراني برضه في رؤيه الوحش الخارج من البحر وبعدين شفت في رؤيه ثانيه الوحش الخارج من الارض الوحش الخارج من الارض هو انا شفت ايد من ايده زي الجدي بالظبط ايد واحده طالعه برضه شقت الارض وطلعت وانا عايزه ااكد برضه دي من الرب اللي هما الاثنين دلوقتي موجودين الوحش الخارج من البحر الوحش خارج من الارض صدقوني هما موجودين دلوقتي وهم صبيان صغيرين مم. يعني خلاص الرب قرب يجي جدا جدا لانه من النبوات عارفين ان المؤمنين مش هيجتازوا كل اللي هيحصل ده بشكرك جدا شكرا فهم ليكي فهم... كل ان هم موجودين دلوقتي صبيان دورهم يعني هيبتدي صدقيني <applause> يعني هو هو ابتدى مش من زمان وده اللي احنا بنتكلم فيه انا بشكرك جدا لمشاركتك ويعني وي انا بستاذنكم انا مش هينفع اخد مكالمات تاني عشان انا لازم اخلص آه الموضوع النهارده بس ده. حاجه سريعه يا امل بعد اذنك الاخ اللي اتكلم قبل ميري على طول انا نسيت اسمه مش رائد ماجد, ماجد. آه انت تقدري لو احتمال تكوني عملتي حلقه عن الروح القدس وعن ايه المواهب وعن ايه الحاجات دي على اساس انه يعني لانه ده مش موضوعنا طبعا النهارده لا مش موضوعنا هو بس هو عايز يوصل ان احنا ايه المشكله ان احنا واخدين اتجاه واحد بس في كنايسنا من نتكلم في مواضيع فايه المشكله ان احنا نكون بنخوض في المواضيع اللي تخلينا بنستعد وفاهمين اكتر فانا بشكره يعني اوكي <applause> <applause> ايه الطقوس بقى اللي انا عايزه يعني عايزه اعرفها اللي هما بيقوموا بيها عبده الشيطان وجابوها منين وهل في جرائم بتبقى مرتبطه بعبده الشيطان يعني في حاجات هما بيعملوها ارهابيه بمعنى انها يعني هيقوم عبده الشيطان بافعال بقى, بقى حاجات اجراميه بعد كده هيحصل ايه والجرائم دي <applause> هنا بقى ندخل بقى اسئله في سؤال بس عشان الوقت مش. خلاص يعني وهحاول ان انا امشي بسرعه انا من أو. فضلك مش... لا. بلاش حلقه لا انا لازم اخلصها النار اغلب عبدة الشيطان بيمارسوا اللي بيسمى بالقداس الاسود ايه القداس الاسود ده ده اول ما بتدخل الكنيسه القداس اساسا بيهزأوا بقداس الكنيسه الكاثوليك لان هم دول الحاجه اللي يعرفوها وبيعكسوا كل ما هو مسيحي مثلا بيقولوا الصلاه الربانيه او بعض قانون الايمان بطريقه مقلوبه اه ايوه انا عارفه حكايه يعني الصلاه الربانيه بالنهاية, بالنهايه اما بالنهايه لحد ما يرجعوا للبدايه دي حاجه منهم او طب يعكسوا. هم لو ما يعكسوها او حتى لما بيقولوها مع نفس يعني مش ضد ما هي مش دي المشكله ما هم مفيش حاجه نفس اه نفس الجمل يعني هتؤدي نفس الغرض ده ده اتجاه من عندهم طب ما هو الصليب، الصليب هو الصليب حتى لو عملته بالعكس. أنا شايفة يعني, يعني هم ناس بيحاولوا يحاربوا حاجة معينة. آه. الآو يعملوا بطريقة عكسية بدل ما يقولوا أبانا الذي في السماوات، أبانا الشيطان الذي في الهواء. يعكس المعنى. آه المعنى خالص أو الكلام. آه بدل أعطينا خبزنا كفافنا، أعطينا خبزنا كثير جدا، مش بس النهاردة لكن <تصفيق> <تصفيق> كل يوم يعني. <applause> ناس معمرة بقى فاكرين نفسهم معمرين يعني. بيمارسوا العشاء الرباني بطريقه مخالفه تماما يعني هما بيمارسوا العشاء اه طبعا طب يبقى هما واخدين حاجات في الكتاب وبيشقلبوها بس مش في الكتاب هما بياخدوا الحاجات من كنايس طقوس طقوس من كنايس مش من اه مش, مش من الكتاب, الكتاب. بيدنسوا جسد ودم الرب يسوع بطرق غير عاديه حتى في صلواتهم بيحاولوا يقللوا من قيمه الله ويعلوا من قيمه الشيطان وخلي بالك ان ده الشيطان هو نفسهم ونرجع لنفس السبب اللي قلناه قبل كده اللي هو تقديس النفس، الانانيه، كره الاخرين، الكبرياء وهكذا. خلال القداس الاسود بتحدث بعض الاشياء الغريبه وهقول لك يعني يا ريت المشاهدين ما يخلوش الاطفال يشوفوا الجزء اللي جاي ده يعني. على المنبر بيحطوا واحده ست يخلوها تنام ويعروها تماما. من كل ملابسها. وينتهي القداس بممارسه الجنس. خلال خلاله بيتم تقديم العشاء الرباني بطريقه ساخره. بيهزأوا فيها بجسد ودم الرب يسوع وحاجات تاني كثيره بيعملوها في القداس الاسود من الصعب ان انا اقولها. في شخصين اتنين عملوا بحث دول يعني اي حد بيدور في في الانترنت مش هيلاقي الحاجات اللي انا بقولها لك لانه عمل بحث بحث جامعي محترم يعني في صور من ال يعني آه. تشبيه لحضرتك قلته موجود على الانترنت اه واحد اسمه كليفورد ويلسون والتاني اسمه جون ويلدن ويلسون وويلدن عملوا بحث هما الاثنين راحوا وطلبوا من كنيسه الشيطان انهم يروحوا يحضروا القداسات ويكتبوا بحث عن اللي عملوا وقالوا قالوا ان احنا مسيحيين وسمحوا لهم كده مفيش اه اه ما فيش مشكله مفيش مشكله قاموا بالبحث عن القداس كان هدفهم ان يكتبوا بحث عن القداس الاسود بعد ما حضروه وعلى فكره مسجل في كتب بيصفوه قائلين اللي هما الاثنين دول ويلسون وولدن في العاده بتجلس مجموعه صغيره من الناس حوالين ترابيزه مغطاة بمفرش لونه بنفسجي وفي وجود اضاءه خافته بالشموع بيوجد على المذبح او المنبر صليب مقلوب يعني الجزء, الجزء الطويل, الطويل من, من فوق والجزء القصير من, من تحت وصوره للشيطان نصف انسان ونصف حيوان صوره الشيطان بيقف رئيس الكهنه اللي هو لافي ده بملابس كهنوتيه قدام الطاولة لابس صليب مقلوب وبيمسك صليب كبير ويروح يقذفه على الأرض ويتف عليه يبصق عليه يا ربي ويصرخ بصوت عالي شيها فراش شيها فراش يقولها كذا مرة إيه شيها فراش دي؟ هي كلمة عبرية مذكورة في التلمود التلمود هو الكتاب اللي بيفسر العهد القديم شيها فراش اللي هي الكلمة اللي قالها الله في بداية الخليقة ليكن نور ليكن واخدة بالك كلمة ليكن شيها بالعبري فهو يقولها الكلمة دي وبعدين يبصق الكاهن على الصليب ويهتف يحيى الشيطان وبعدين يبتدي في لعن الله بطريقة مرضية فظيعة يعني كأن واحد عنده غل وبيكرر العابدين اللي بيقولوا وراه بيكرروه وبعدين بيصلوا الصلاة الربانية بطريقة معكوسة وهم بيسخروا من كل جزء من أجزاء العبادة في الكنائس وبيردد كل الحاضرين بعض أجزاء من كتابهم كتابهم بيقول إيه الأجزاء اللي بيرددوها طوبى للأقوياء لأنهم يرثون الأرض عكس اللي بيقوله المسيح من لطمك على خدك الأيمن حطمه وضربه على خده الآخر يا ربي العري هو ما يغلب على العابدين في كنيستهم. أنا ليا رأي إنه لسببين. السببين, السببين. نمرة واحد إن هم بيعكسوا مبادئ المسيحية. بمعنى إن إحنا بنقول لبس الحشمة والوقار ده ده مش موجود. والحاجة الثانية إنه عشان المبدأ الرئيسي بتاعهم الشهوة. الشغل آه لازم آه ي... طب جالي سؤال يا اسيس كارل ماركوس كان برضو بيقول كارل ماركس يعني هو تبعهم لانه كان برضو بيقول آه ابانا الذي بالمشقلب آه آه كارل ماركوس ما كانش تبع عبده الشيطان لكن انا في رايي هتلر اه هتلر آه. هتلر. آه. هتلر مش بس كان بيعمل الصلاه مع معكوسه كان بيعمل حاجات كتير جدا شبيهه جدا باللي بيعملوه عبده الشيطان آه. اه كارل ماركس كان بيهزأ من المسيحيه ومن كل الاديان مش هو مسيحية مسيحية. هو ملحد يعني هو ملحد وسماه هو اللي قال المقوله المشهوره الدين افيون الشعوب اه لكن في نفس الوقت هتلر هو اللي في رايي بعد الدراسه كل دي عن الشيطان واللي, عملوا. واللي عملوا هو اكتر واحد قريب لعباده الشيطان عباده الشيطان اللي بالطريقه المنظمه ابتدت سنه 1966 بالتالي كانت بعد ما هتلر مات فبالتالي وبعد طبعا كارل ماركس بكتير آه لكن النقطه الرئيسيه انه ما اعتقدش ان في علاقه بين عباده الشيطان والشيوعيه لكن في علاقه بين عباده الشيطان وعباده النفس لان ده هتلر تيبيكال هتلر صحيح. يعني يدعو الكاهن ساحره م. لكي تتقدم إلى الأمام ويرمزوا إليها بسفك الدم. هقول لك إزاي؟ فو... هيسفكوها لإله الشمس. هي هيقدموها ذبيحة لإله الشمس. طب إيه علاقة إله الشمس ما هو أي حاجة ضد المسيحية بيمشوا بيعتنقوها ويمسكوها. بالتالي هي رمز، طبعا هم مش بيقتلوها. هم مش بيقتلوها بجد؟ لا 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 مش بيقتلوها. مش بيسفكوا دمها بجد لكن بيقدموها كرمز كرمز ل ل للذبيحه ل وهي بترقد عاريه على المنبر وبيقولوا ان قوه هذه الساحره بتظهر عن طريق قوه اخرى غامضه جوه جسمها ولا تظهر هذه القوه الا اذا كانت عاريه ال ال الهدوم بتشيل القوه دي بت بتحجز القوه دي المجموعة دي تعيش في ده كلام ويلسون أند ويلدن على فكرة مم. هذه المجموعة تعيش في وهم كامل أنهم سوف يستمتعون متعة كاملة في هذا العالم خاصة باستعمال غرائزهم وذلك في عصر سينتصر فيه الشيطان على إله المسيحيين وسيعود إلى السماء التي طرد منها ده دا الشيطان ده اعتقادهم آه أتباع الشيطان على الأرض وصل بهم الوهم ده البحث اللي بيقول كده أنهم سوف يشاركون ثمار القوة الأبدية التي سيأخذها الشيطان أنا بتمنى أن إن عبدة الشيطان يفهموا أن في يوم هيجي في الشيطان مع عبدة الشيطان ومش هيقدروا يعملوا قداس أسود ايوه لسه بيقولوا لي هو موجود القداس ده على الويب سايت بس ما ننصحش ان حد يروح مر... يشوفه اه طبعا بس واتمنى كمان ان يكون في عبده الشيطان قاعدين يسمعوا وانا عارفه ان في نسبه عرب ومصريين يعني, يعني اغلب الظن مش هيشوفوا حاجات مسيحيه طبعا مش عارفه صدقني طبعا يعني ما في ناس من ديانات تانية بتتفرج على البرنامج وبتتفرج على قناه الكرم آه. اتمنى ان يكون كده يعني طبعا طبعا كتابهم اللي اسمه كتاب الشيطان خلينا اقول الحته برضو سريعه بيلاقيه البوليس لان في جزء من سؤالك كان عن الجريمه مم. فانا هحاول أ... أ... بالظبط يعني أولندا. هم برضو في, في جريمه هم بيو... ترتبط بعبادتهم ولا في بعض الجرائم ولقي <applause> لقي البوليس جنب مواقع الجريمه كتاب الشيطان آه بالتالي تاكد البوليس من وجود علاقه بين الجرائم دي وبين اللي إيه؟ عباده الشيطان نعم زي ايه؟ هقول إيه في تاكد البوليس من تاثير هذا الكتاب على الناس بقيام جرائم معينه اه اوكي دي اللي تاكد منها البوليس واحيانا بيحطوا النجمه اللي احنا شفناها النجمه دي بيحطوها جنب موقع الجريمه علشان يفتخروا انهم قاموا بالجريمه دي من بره الكتاب يبدو زي ما قلت انه كتاب عادي لكن تعاليم هذا الكتاب تعاليم مدمره وبتشكل تهديد كبير للي بيتبعها على فكره من ناحية إيمانه بالمسيح وبالمخلص وبالمصلوب والمقام وهضرب مثل واحد على اللي قاله الرب يسوع وأنا قلته بسرعة على اللي بيستخدموه في القداس الرب يسوع قال من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا كتاب الشيطان بيشجع على الأخذ بالثأر لافي بيقول علينا أن نكون شفوقين فقط على من يستحق هذه الشفقة ونأخذ بثأرنا من الذين لا يحترمون اهم عيد عند عبده الشيطان هو عيد الميلاد اعياد ميلاد الشخص الناس الناس هم نفسهم الناس نفسهم اللي بيعبدوا هم بيعبدوا نفسهم هم بيقولوا ايه بالظبط كده ان اعلى واهم عيد من كل الاعياد عند عبده الشيطان هو تاريخ ميلاد الشخص ليه لم لأن لماذا لا نكون امناء مع انفسنا اذا كنا نخلق نخلق إلهًا على شبهنا، احنا اللي بنخلق الإله ده في ذهننا. يا رب لماذا لا نخلقه فعلًا كما هو أي نحن؟ م. كل شخص هو إله إذا اختار أن يعتبر نفسه إلهًا. أرجع تاني للعلاقة بين عبدة الشيطان والجريمة. خلينا نفرق بين الجريمة اللي بيقوم بها عبدة الشيطان كجزء من عبادتهم وبين الجرائم اللي بيقوموا بيها كناس عاديين عايشين في مجتمع اوكي تمام آه اللي بيقوموا بيها زي زي باقي الناس يعني لا يوجد اي طائفه من عبدة الشيطان بتشجع على الجريمه كجزء من عبادتهم دي الحاجه اللي للاسف احيانا بنفتكر انها صح لكن هم ما يقدروش في كتبهم كانوا قبضوا عليهم ولغوا الديانه طبعا لو لو بيعلموا جريمه يعني وتعليمهم لا يشجعه على القيام لكن بصفة عامة لا يوجد قانون عند عبدة الشيطان يحرم أي شيء طالما الشيء ده ممتع واخد بالك فلو, إن فلو شخص بيستمتع بقتل قطة يقتلها بس على شرط يبقى هو يحتمل عواقب الجريمة متحمل بقى المسؤولية متحمل العواقب مبادئ عبادة الشر بها أجزاء لا تمنع من ارتكاب الجريمة طالما الشخص نفسه مستعد أن يتحمل على عشان كده يعني جرائم. اللي سمعنا في مصر كان وقت المشكلة وأن هم ظهروا هم قتلوا بعض آه ما هي أول ما, ما, ما هي بتبتدي بحيوانات لكن بعد كده قد تتطور إلى حاجات أسوأ ما نستعجبش لما نعرف أن في جرائم عندهم آه مخصوصة مهم. بيهم يعني جرائم عبدة الشيطان ليست هي جرائم خاصة بهم وحدهم وتوجد عندهم فقط لكن في بعض الحاجات طبعا خاصة جرائم عادية زي بقى الجرائم ده أحيانا يعني لكن توجد في ملاحظة مهمة بقى الجرائم اللي يرتكبها عبدة الشيطان لها علاقة بخطورة تعليمهم يبقى في علاقة بين التعليم وبين الجريمة يعني التعليم اللي بيتعلموه هي اللي بتأثر على الاتجاه بتاعهم وال... مع وان هما يعملوا الجريمه دي بالظبط يعني. كده أوه. الميديا المرئيه والمسموعه والمقروءه عاده للاسف الشديد بتبالغ في نسبه الجرائم بتاعه عبده الشيطان بتبالغ مم. سواء ميديا مسيحيه او ميديا عاديه زي بالظبط اللي بيفجر يعني انا شايفه تاثير اكيد التعليم بتاعهم زي برضو تاثير تعليم تاني وبيخلي الشخص يروح لغايه ما يفجر نفسه يفجر نفسه طبعا لكن هتلاقي بعض الناس يقولوا لا ده مش تعلمنا ده شهيد شهيد في ناس بتقول شهيد وفي بالصبت. ناس لا ده مش تعلمنا وفي يعني حسب في بحث معين انا كنت قريته بيقول هذه الجرائم اكثر بكثير من سجلات المحاكم بمعنى ايه الميديا بتبالغ قوي المحاكم بتدي الجرائم اللي هم بيعتقدوا ان هي جزء من المجتمع ده ايه الواقع حاجه بين الاثنين ده واحد باحث بيقول ان هو المحاكم بتقلل لكن الميديا بتبالغ بتبالغ العكس يعني فهو يعني لازم يكون في حاجه في النص السبب الرئيسي في ثقه في الثقه في الباحث ان هو اللي كاتب ده هو انه احيانا لا يوجد بجوار الجريمه اي اثر يدل على ان المجرم ضمن عبده الشيطان طب ودي ده مش دليل بصراحه يعني بعضهم بيسيب نجمه او او يسيب بيسيب علامه ان هو من عبده الشيطان ان هو من عبده الشيطان لكن لا يعني ان الجريمه اللي اتعملت وما فيهاش نجمه انها انها عبده الشيطان ممكن خالص تكون عبده الشيطان يعني يعني خليني اعكسها علي علينا احنا لما الاقي جريمه حصلت فيش صليب جنبها ده لا يعني ان عملها مسيحي او غير مسيحي مش مهم بالظبط واحد, واحد عملها وخلاص لكن آه. مش شرط طب برضه وحتى لو لقيت صليب احيانا الناس آه. النهارده بتلبس صليب زينه ممثلات السينما تضطر يلبسوا صليب وتساليهم انت ديانتك. ولا بقى و... ليها كذا معنى دلوقتي بالظبط الناس بتالف على مزاجها آه. بس هل برضه ايه الجرائم اللي بتخص بيهم هم يعني ايه الحاجه آه. اللي بتوصل غير مثلا ممكن يقتل قطه مثلا اكثر جريمه موجوده ومش قادرين الحكومه يمسكوها عليهم انهم الشباب الصغير عرضه فظيعه للانتحار التين ايجرز التين ايجرز بينتحروا واحيانا بينتحروا وأحياناً بينتحروا واحيانا بيبقى بوي فريند اند جيرل فريند مع بعض طب ازاي هم مهرب اه مش اعتقدهم ان هم لما يعبدوا الشيطان هيعيشوا سعدة ويعملوا اللي في مزاجهم ما بيلاقوش ما بيلاقوش ده صح بالظبط ما بيلاقوش لكن التيم وده دليل, و... دليل على ان يعني يعني دي خدعه وهم و... طبعا. ايه الهبل ده اصلا يعني آه. طيب انا انا عايزه كمان في في الطقوس بتاعتهم واللي انا اعرفه واسمعه الميوزيك الصاخبه جدا وال. آه. هل لهم اتجاه معين وليها معنى وهل استخدامنا للموسيقى يعني انا كان حد اتكلم معايا بيقول تاثير الميوزك على الروح او على المشاعر بتاعتي رهيب. طبعا. طبعاً. فايه تاثيرها وازاي بتعمل منهم كده يعني انا اعرف ان هم مثلا بيروحوا ميوزك عاليه جداً, جدا وحركات آه. اوفر كمان مزبوط. جدا و... وفي اماكن ضلمه. اه آه قول لي بقى بيعملوا ايه انا عايزه اعرف <applause> في جزء هنا خلي بالك سنسيشنال في جزء آه آه احنا بن يعني هم مش كل حاجه بيعملوا كده مش كل المجموعات بتعمل كده لكن خلي بالك ان في خطوره اول ما هنتكلم عن الموسيقى في خطوره لان فيها فعلا بعض الحاجات بتؤدي بعد كده الى عمل حاجات آه اصلا الشخص مش بيبقى راضي مغيب مغيب اوكي <applause> عن طريق الموسيقى يعني بيبقى لها تاثير للدرجه دي طبعا يعني بما ان حضرتك راجل موسيقي اصيل فيعني في كويس ان انا اخد إن المعلومه الموسيقى لها تاثير رائع جدا لكن لها تاثير سيء جدا عايز أقولك عايزه اقول حتى كلام. في الاغاني اللي طالعه في حاجات برده بيبقى ايه ده يعني طبعا طبعا م. على فكره في ابحاث اتعملت على الموسيقى م. في ابحاث اتعملت عن طفل لما تجيبيه من اول ما يتولد لحد ما يبقى كبير وتسمعيه كلاسيك ميوزك الموسيقى المحترمه وطفل تاني تسمعيه الراب والحاجات دي في فرق بين الاثنين ايوه ما هي دي الفكره برضو عشان هم يعني بيتريقوا بي, بي لأن انا بقوله مش اي نوع موسيقى أي. يعني بالعكس انا انا يعني واحده صاحبتي محضره دكتوراه في الموسيقى علاج الموسيقى استخدام الموسيقى اه بالظبط استخدام الموسيقى في علاج طبعًا. نفسي فيعني في دي, على فكره اتحضرت فيها دكتوراه قبل كده في, في واحدة من خلال الدراسة بتاعتها كانت بتاخد الهارب تعرف الهارب وتروح مستشفيات والهارب آلة لطيفة آه في حاجات الواحد فعلا بيرتاح ليها كده فبالتالي طبعا بلا جدال لكن لما تيجي موسيقى صاخبة ويكرر نفس الجملات الجمل الموسيقية تبص تلاقي المستمع عمل إيه أطاع أي حاجة انت عايزها منه يعمل اي حاجه مم. ودي خطر حتى في المسيحيه انا مم. عايز اقول الحته دي في بعض الطوائف بتستخدم اللي للاسف الحته دي انا ما اعرفش طوائف عربيه انا اعرف طوائف أمريكية. امريكيه بتستخدم ان يفضل يرنم نفس الترنيمه لمده ساعه وبعد كده خلاص انت اي حاجه بتقوليها دخل, دخل في جو بقى خلاص جو بيبقى آه الانسان يعني مغير. ما بقاش آه بالظبط مشهوره على فكره حاجات مشهوره انا ما اقدرش طبعا اقول الكلام ده يا ربي آه. اه وده التاثير العاطفي اللي احنا بنتجنبه والمفروض ان احنا بنحذر منه مظبوط يعني ربنا مش عايز مننا عباده اللاوعي يعني عباده واحنا آه. مش في وعينا لكن عايز ادراك آه داداتكم... عقلي ب... عباداتكم العقلية, العقلية. بالظبط الذهنية لأن حتى في بعض الناس في خدماتهم بيتكوا شوية بيزودوا قصة التأثير الروحي والمشاعر فده مش هو ده اللي ربنا عايزه يعني وده بيحصل إيه في الحتة دي بيبقى يعني. تأثير وقتي بس تأثير وقت. وقتي جدا ويطلع الشخص يلاقي نفسه قوة يتقابل بنفس المشاعر بالعكس بيبقى أه إحباط يعني أزم أكتر ويعني احنا بنبعد الناس عن الكنيسة قد ما مش بنقربهم طيب يعني هو انا عندي في الاسئله فانا بحاول ان انا <applause> لكن ربنا بالنسبه لهم ايه يعني هم بيشوفوا الله ازاي بيؤمنوا بيه يعني انا عارفه ان في جزء منهم بيؤمنوا بيه بس يعني ده طيب ومش يعني زينه فخليه في حاله لكن بيعبدوا الشيطان عشان بما هو الاقوى وهو كده يعني مش هيجربهم هقول على بعض النصوص من كتبهم علشان تعرفي فكرتهم عن مصادرهم الرسميه طب قسيس آه. معلش سوري قبل آه الاجابه يعني آه. انا معلش عشان في اسئله كتير بتيجي على التليفون آه. موضوعي النهارده بتكلم عن مجموعه عبده الشيطان يعني دول مجموعه قرروا ان هم يعبدوا الشيطان ومش بيعبدوا ربنا وفي في منهم مش بيؤمن بالله مش بتكلم عن الاعمال والسحر واخراج الشياطين ده مش موضوعي النهارده انا بتكلم عن مجموعة عبدة الشيطان كان لازم عشان أتكلم عن عبدة الشيطان بنتكلم عن الشيطان وأصله وفكره والكلام ده كله هما متأثرين بيه لكن مش موضوعي تاني إخراج الشياطين ولا الأعمال ولا السحر أنا بشكركم جدا ويا رب يكون المسج وصلت <تصفيق> <تصفيق> تحبي قبل ما تكلم عن الله بالنسبة لهم نشوف الكتاب المقدس بسرعة في دقيقه او نص يعني رغم ان احنا كنا يعني اتكلمنا في حلقات قبل كده بس بالظبط يعني. انا مش هقول بالنسبه لنا بالنسبه لنا احنا اتكلمنا في الكتاب المقدس اه اه الكتاب المقدس بالنسبه لعبده الشيطان اوكي عبده الشيطان أو. عبده الشيطان بيرفضوا تماما الكتاب المقدس ولا يوجد اي عندهم اي كتاب بيقولوا ان موحى حتى كتاب الشيطان بتاعهم غير موحى يعني ما فيش حاجة, مفيش حاجه انزلت من اي حته يعني لكن ليه بيرفضوا وبيرفضوا اي واحد كتاب الشيطان لا يدعي اي سلطه على فكره ولا انه وحي في نفس الوقت بيدعي انه اعلى فلسفه تحرر الانسان ده كتاب الشيطان اعلى فلسفه تحرر الشيطان عشان كده اللي عايز افضل شيء كتاب الشيطان هو اللي هيخليهم ينالوا هذه الحريه الشخصيه وكل ما يرغبوه يعني انا يعني شايفه بي... في عبادتهم هو مجد لنفسهم ولتفكيرهم والقدره الانسان وال... يعني هو شويه برضو متماشيه مع الملحدين العصر الحديث والعصر الحديث التكنولوجي وال, وال... والافكار اللي هي اوت اوف ذا بوكس وقدره الانسان على صنع مش عارفه ايه واكتشاف ايه والكلام ده كله يعني شايفه في شبه شويه ما بين الالحاد وعبده الشيطان اه في في شبه كبير <applause> ولما هنيجي ازاي نوصل لهم في جزء لازم نكون نعرف الالحاد ايه قبل ما نتكلم عن عبده الشيطان بعض الكتاب المسيحيين بيقولوا ان الفلسفه دي عاده بتفتح الباب لاقناع عبده الشيطان بعكس ما يفعله بمعنى ايه الفلسفه دي فلسفه إنه, انه رفض اي سلطان اخر رفض الكتاب المقدس رفض المسيحيه رفض الشيطان نفسه انا شايف رفض الشيطان <applause> كل ما هو ليه قوه بيرفض الكتاب المسيحيين اللي بيفهموا كويس أوي في عباده الشيطان بيقولوا تلك الفلسفه عاده تفتح الباب لاقناع اتباع الشيطان ان الكتاب المقدس هو وسيله غير طبيعيه للتواصل مع الله بيقولوا انه هي دي المحور اللي تقدر تركز عليه خليهم هم اللي يتكلموا في الأول. خليهم هم اللي يبتدوا يقولوا إنه ما سلطان، ما فيش حاجة. وبعدين ابتدي بس طبعًا بعدين هي مش مجرد كلام لمجرد كلام يعني. لكن الحاجات دي مردود عليها على فكرة وردينا عليها الرد على اتهامات عبدة الشيطان إحنا اتكلمنا فاكرة هم بيقولوا إيه مثلًا بعض عبدة الشيطان؟ الكتاب غير صحيح. أول ما يشوفوا حاجة يكون شكلها كده متناقض يقول لك الكتاب المقدس ما ينفعناش شكلها متناقض او لما تلاقي فاكره احنا اتكلمنا على الاناجيل وان كل واحد منهم بيتكلم من من منظور مختلف مختلف لانه من خلفيته من خلف ومن طبيعته البشريه كمان ليها يد يعني واما شاف او سمع القصه بطريقه معينه, معينة لكن هي نفس القصه هم لما الروح القدس برضو يعني <applause> طبعا لكن هم لما بيقروها بيقولوا إن دي معناها تناقض. واحنا ردينا على الحكايه دي. فنيجي بقى للسؤال يعني هما بياخدوا الحتت دي ويقولوا ده دليل على أنه هو بزبط. مش صح. فهم زي بالظبط الملحدين نفس الفكره. آه. الفكره هنا بقى لازم نكون احنا عارفين كتابنا علشان نقدر نرد. نوصل للناس دي. إنتي بقى قلتي مين هو الله؟ ده السؤال بتاعك الجوهري اللي مين هو الله بالنسبه لعبدة الشيطان؟ المفهوم ده بيتغير حسب الجماعة طبعا احنا قلنا الحتة دي كلها جماعة لكن أغلب عبدة الشيطان لا يؤمنوا أساسا بوجود الله دي نقطة الغالبية يعني كويسة حلتك. لأن لو فهمناها نقدر نعرف خلفيات اللي بيؤمنوا بوجود الله من عبدة الشيطان بيقولوا أن الله عبارة عن قوة طبيعية في الكون ليستخدمها البشر مش شخص بيدير الكون دي قوة طبيعية قوة كده موجودة بس مش شخص نتفاهم معاه يعني نتحاور زي معاه. الطاقه الشمسيه مثلا زي الطاقه الشمسيه ايمانهم بعدم وجود الله او ايمانهم بوجوده لكن بطريقه مختلفه عن الايمان المسيحي جالهم عن طريق الملحدين الايثيست أه وده أه بعض النظريات اللي هي زي السيكولاريزم يسموها ايه سيكولار بالعربي اللي هي النقل. الحاجه العالميه اللي موجوده في العالم دلوقتي قائدهم لافي بيعلل افكارهم بيقول ايه الله غير موجود لا توجد قوه الهيه عليا في السماوات تهتم بحياه البشر لا يوجد اي شخص يهتم باي احد الاله الوحيد هو الانسان <applause> ولا بد للانسان ان يتعلم ان يجيب على افعاله وعلى افعال من حوله يعني هو اللي بيقدر يحافظ على نفسه هو اللي بيقدر يعتني بنفسه هو اللي بيقدر ي... مش عارفه ازاي يعني يعني من وجهه <applause> نظره ازاي <مزين زي>. <applause> 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 الله هو قوه طبيعيه واي شخص يستطيع استعمالها ليصل الى كل اهدافه وبعدين بيشرح بيقول ايه توجد مفاهيم خاطئه عن عبده الشيطان هي انهم لا يؤمنوا بوجود الله لكن مفهوم الإنسان عن الله تغير عبر الزمن هو بيقول كده مفهوم الله ال الله عند الإنسان مفهوم الإنسان عن الله تغير عبر الزمن وده صحيح على فكرة شوف هو بياخد حاجة لكن بيغيرها لذلك فعبدة الشيطان مفهوم الله خلي بالك مش كلمة الله كلمة الله ما تغيرتش يعني 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 انا لو قاعد قدام واحد من عبده الشيطان اقول له طب وبعدين طب ما صح افترض ان مفهوم لان النهارده مفهوم الل الله عند الانسان النهارده اعمق ليه لان بقينا عندنا كتاب مقدس في دراسه مؤدس. كمان وفي كتاب مقدس وفي زبط. عندنا ما كانش في الكتاب مؤدس في مشيئه الله, معلنا بالنسبه لي ففي مزروح. كلمه الله معلنه بالنسبه لي في النهارده كنايس في كل حته طبعًا. حتى تحت الارض في الاماكن اللي ممنوعه حتى اللاهوت والدراسات وال... بقت اسهل, برضو أسهل و... بالتالي طب وبعدين ايه اللي انت عايز توصل له لو, لو هو يعني قاعد قدام لذلك هو بيوصل لنتيجه ايه مختلفه عن اللي انا بوصل عبده الشيطان يوافقون على تعريف من هو الله وهو تعريف يناسبهم ويتفق مع ارائهم يعني لما نيجي نعرف الله هو تعريف يناسب عبده الشيطان مش اقول انه ده يجي من كتابه هو اللي عرف بيه نفسه الانسان خلق الهه بدل من الالهه خلقت الانسان يعني هو دلوقتي الانسان عندهم آه. اتخلق ازاي ما هم ما بيؤمنوش اساسا بوجود الله ايوه دل... مين اللي جابهم ما فكروش في دي لا هم طبعا بيفكروا زي الافيس زي الملحدين زي الملحدين آه. إن إن الطبيعه تطور الطبيعه تطور طبيعي آه. لل... للخليه الف... وال... آه. باقي فكره آه. نظريه داروين الله بالنسبه للبعض هو شيء متعادل لا يفيد ولا يدور اه ما ده الشخص اللي انا قابلته بالظبط بالنسبه للبعض الاخر هو مرعب ده البعض المسيحيين على فكره انا خايف من ربنا لحسن يكون هو اللي بيعمل لي دي بص عايزه اقول لك يعني, يعني الفكر اللي احنا فكرهم ان هم مثلا الشخص اللي انا قابلته اللي بيقول انا بعبد الشيطان عشان بتقي شره لانه هو اللي بيعمل بي الحاجات اللي مش كويسه لكن الله هو إله كويس مش هيضرني عايزه اقول لك بعض المسيحيين آه. لما بيحسوا دي بتتقل يعني آه. انا لما بحاول اقرب من ربنا واقرا في الكتاب وابقى ملتزم م. انا بلاقي الدنيا بتتقلب عليا فبرجع تاني للاسف الشديد ده ده آه تحب نتكلم سنه ولا بلاش هو باقي لأن... سبع دقائق لا يبقى بلاش <applause> دلوقتي لا انا مش نفسي ما نرجعش <applause> بس فانا عندي بالنسبة... حاجات كتير اه طبعا مش بالنسبه لعبده الشيطان هو قوه الله قوه <applause> تحقق التوازن في الطبيعه ولا يهتم بالام ولا معاناه الناس هذه القوه ليست شخص زي ما انا قلت كده هل في ردود على مفهومهم بالنسبه لله في ردود لكن هقول على ردود غير كتابيه ردود بس من المنطق, المنطق يعني. من المنطق أوه. لان الردود الكتابيه دي كل واحده فيهم عايزه حلقه اه طبعا يعني انا هو كان هو نفسي ما. طبعا ان يكون في وقت ولو انا الشخص ده يعني جه الفرصه وقابلته تاني انا ممكن اوصل له الرساله ازاي وارد على اسئلته ازاي فانا كان نفسي اعمل كده يعني لكن اي سؤال هتسألهولي هقول بس النقطتين دول مفهومهم والرد عليه منطقيا بس أوكي. للاسف ما لا يفهم عبده الشيطان الله حسب تعليم الكتاب المقدس هم ما بيفهموش حتى الخطيه الاصليه الاوريجينال سين خطيه ادم وحواء هم اعتقادهم فيها هما ايه اعتقادهم ان هي بس. شهوه انها شهوه وهي اللي جابت حق الإنسان. البشر نعم ومن حق الانسان ولا شهوه ايه شهوه بصي ما هي ما هي فيها جزء طبعا شهوه بس مش اللي بيفكروا فيه هم بيفتكروا ان هي شهوه جنسيه لكن هي هي اساسا الخطيه الاصليه اكل الثمر خطية ادم ازاي يعني شهوه جنسيه؟ إيه اللي هي مش شهوه جنسيه بس الشهوة yeah. بمعنى ان هم ارادوا ان يصيروا مثل الله اه oh, بالظبط بس لكن هم بيفكروا فيها ازاي؟ هم بيفكروا فيها ان هي شهوه جنسيه ازاي؟ إيه دي جابوها منين؟ اي هاف نو ايديا يعني 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 اميزنج على اللي بيفكروا فيه وحاجات كتير واحنا هنا للاسف لازم نكون مستعدين نجاوبهم فبالتالي اي حاجه انا مش مش همسك كل واحده لكن بقول اله الكتاب المقدس اله ازلي روحي غير مادي لا نهائي لا يتغير كلي المعرفه كلي العلم كلي الوجود يختلف تماما عن كل الهه الاساطير والديانات الاخرى وطبعا بعض الحاجات دي ناقشناها من ناحيه تاني اخلاقيات الله تختلف تماما عن اللي بيقولوا عبده الشيطان طبعا. الله عادل ورحيم ومحب وكل اخلاقياته يعني قداسه هم هم اساسا فيش قداسه يعني ما لا لا مفيش. بتنبع منه وهو اله مطلق غير محدود بعقل الانسان في ايضا مشكلتين على فكره مع عبده الشيطان اغلبهم لا يؤمنوا اساسا بوجود الله عشان كده لما شخص مسيحي يتكلم مع واحد من عبده الشيطان لابد انه يكون عارف ان دول بيؤمنوا بوجود الله ويكون فاهم ازاي يوصل لهم اخر حاجه لما نواجه بما باللي ب... ب... بيعبدوا الشيطان بالمنطق والحقائق مم. للاسف الشديد احنا دايما نقول بعض الحاجات الكليشيه اللي تعلمناها تعالوا كل حاجه هتتحسن في حياتك آه للاسف نا 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 يعني نحطهم نخ... في موقف بدل... ان هم كمان يتجربوا اكتر نحطهم في موقف ان هم يشكوا اكتر مظبوط ال... الاجابه للناس دي بالمنطق وحقائق وناس تكون لأنهم بيفكروا هم كل اللي عايزينه زي بالظبط الملحدين زي الرد على الملحد الرد على الملحد ف... مش ان انا اقول له انت مغيب عقليا م. وانت مجنون وانت مش عارف ايه زي اللي بنشوفه لكن اقنعه نعم اقنعه اقنعه بالمنطق بالزبط. والعقل قبل ما اقنعه بالكتاب المقدس في في خمس طرق او اربع طرق او خمس طرق حاجه زي كده ان لل... احنا من غير الكتاب المقدس نتكلم فيها مع الملحد طيب في نقطة أخيرة هو يعني باقي خلاص مفيش يعني تقريباً أيوة. هل في, في علاقة بالهالوين عبدة الشيطان والهالوين؟ آه, آه. هقول لك على الآراء وهقول لك أنا رأيي إيه؟ دقيقة ف... آه. ف... ونص دقيقة ونص طيب يبقى خليني أقول لك دلوقتي في هم الهالوين أساسا تاريخه تاريخ مش كويس م. تاريخ كان يعني عارفينه اللي هو كان في برضه يعني قتل قطط وكلاب وحاجات زي كده. واللبس بتاعهم والمناظر. واللبس بتاعهم والحاجات دي، لكن خليني اقول لك على فكره احنا مش عايزين اولادنا كمان يتربوا في قوقعه ومش عارفين الناس اللي حواليهم وال فأد... او نخوفهم ونخوفهم مش العيشه في الدنيا مش مش مجرد ان انا كل حاجه اخوفه واخوفه وافضل وراه بالكربك كأن الناس دي الو... ال... ال... فهو كل اللي بيعمله انه خايف الخوف على فكره بي... بيغيب العقل بيخليه كل خطوه مش قادر يخطوها وعشان كده اولادنا مش مخترعين اولاد الامريكان تلاقيهم بيخترعوا حاجات عشان و... بيسيبوا فرصه لخيالهم بيسيبوا فرصه لخيالهم ويطلع بيحي. بره الصندوق اللي هم عايشين فيه بالتالي انا في رايي ان ممكن نعمل بديل للهالوين مثلا هقول الجران الجيران بتوعنا احنا في منطقه كل الجران عارفين بعض كل الناس عارفين بعض ايه <applause> المانع انه <applause> الاطفال يقوموا يجوا الساعه 6 او وات <applause> ويلفوا على البيوت وياخدوا حلويات ايه <applause> المشكله في دي لا دي ما فيش مشكله بس انا قصدي سؤالي هل برضو في يعني خلاص الوقت خلاص بس هل في علاقه بين الاثنين يعني علاقه بين ال... عبده الشيطان والهالوين او هم مخترعين اليوم دوت كان في لكن انا في رايي ان دي على مر العصور دلوقتي مش موجوده اوكي يعني مجرد دلوقتي خلاص يعني انت لما تسالي حد حتى كان زمايلنا في الشغل بيلبسوا لبس يوم 31 اكتوبر لما بيبقى يوم وركينج داي يعني مش في الويك اند يلبسوا لبس ويتهنوا وشه مجرد بس... انت بتعمل ايه فيش مشكله يعني بس اسيس عادل انا بشكرك جدا الموضوع شيق ويعني يحزن ان في ناس بالتفكير دوت آه. بس كان مهم ان احنا نكون بنعرف عن الفئه دي او المجموعه دي علشان نكون بناخد حذرنا منهم يعني شكراً, شكرا جدا عفوة جدا ليك وربنا يباركك وبشكرك على الوقت شكراً. اللي قضيته في تحضير الحلقه والمعلومات الكتير اللي حضرتك شكرا ليك اعزائي المشاهدين مهم جدا ان احنا زي ما احنا لو احنا في خطتنا ان احنا نكرز ونبشر زي ما بنبشر ديانات تانية مش مسيحيين احنا برضو محتاجين نكون بنعرف ناس مش مش معلنين قوي لكن ممكن نقابلهم تكون فرصه ان يكون بنوصل لهم المسيح ونكلمهم عن المسيح وعن محبته ويكون عندنا ردود لاسئلتهم بشكركم جدا لمتابعتكم ومشاركتكم والى اللقاء في حلقه جديده وبرنامجنا من الحياه